يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السادات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن أكرم الشهور وأحب شهور السنة على الإطلاق، شهر رمضان الكريم. ربنا يتقبل صيام حضراتكم فيه إن شاء الله، وقيام حضراتكم وصالح أعمال حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا كلنا كل سنة بالخير واليمن والبركات. وبالنسبة لك أنا هوند، فأنا يعني يطيب لي، ما تقولش بقى والله العظيم يطيب لي، بس هي زي ما تقولي كده محجره ورايا. الزميله بوكيرا حطها بين الاسلاك تقريبا. معلش احنا مع بعضينا حضرات، مفيش حاجه. لا الله، كل سنه وانت طيبه وحوي يا وحوي، واجواء رمضان. بجد والله هديه ليا، مش انا قلت لك ولا هتاخده بعد الهوا؟ بعد الهوا هاخده. طب ده سؤال، استنى بيعمل حاجه. طبعا ده حلو جدا، قلت لك هتنبهري. والله العظيم شكرا، والله بجد شكرا. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم، وان شاء الله نعمل شغل جميل في رمضان يا رب ان شاء الله. ميرسي يا كريم بجد، كل سنة والله طيبة. والله ما كنتش اعرف عشان تبقوا عارفين، بس يعني كل سنه واحنا جميعا بخير، وزي ما كريم قال كده يا رب يا ربنا يتقبل صيامنا ودعواتنا. يعني خلينا ندعي بقى الفتره دي، وان شاء الله كده ندعي بثقه ان كمان الدعوات هتقبل، وكل حاجه الواحد في نفسه انها تتحقق له في الحياه يدعي. عارف اوقات كده ناس تقول لك لا انا ده كتير عليا، مش حاجه كتيره ومفيش حاجه صعبة على ربنا، ادعي وسيبها على الله، وان شاء الله كده يكون شهر كريم علينا جميعا ونقابل قرايبنا. تعرف السنه اللي فاتت كانت صعبه برضو، ناس كانت بعاد عن بعض شويتين علشان ناس خايفه تعدي بعض، بالذات الاهالي واللي هم لو انت في عيلتك حد من كبار السن. فلا ان شاء الله الوضع يكون مختلف رمضان ده، ونقدر ان احنا نزور قرايبنا ونزور الناس اللي بنحبهم ونتعزم عند بعض، بس برضو نخلي بالنا اكيد على قد ما نقدر. صباح الفل والخير على حضراتكم. دي تعتبر اخر حلقه بقى في 10 الصبح في الاهلي قبل رمضان، هنكون مع حضراتكم كل اثنين بقى بعد كده من 10 ل 12 مساء، بس هنستثني الاسبوع ده ان احنا هنكون معاكم يوم الثلاث باذن الله. يا رب تبقى برضو فقرات وحلقات جميله. نقول بقى معاك تنويه على الفقرات. بالنسبه لحلقتنا النهارده، فقرتنا الاولى هتكون مع بطلات الوثب في النادي الاهلي، وهم اثنين اخوات، رانيا وريم عبد الرازق. وكمان هيكون معانا فقره مهمه جدا عن الرجيم والتغذيه الصحيه في رمضان، هتكون منورانا من خلال هذه الفقره دكتوره رضوى نبيل، وهي اخصائيه التغذيه العلاجيه بالقصر العيني بالقاهره. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم نبتدي مع حضراتكم باخبارنا المتعلقه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي ناقش امبارح من خلال هذا الاجتماع العديد من الملفات المهمه اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه في الفتره الحاليه. عقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التاليه: رقم واحد، إقامة حفل تكريم يوم 15 رمضان للمستشار محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الإدارة، طبعا تكريما ليه عن حجم عطائه وخدماته للنادي الأهلي لأكثر من نصف قرن من الزمان، وأيضا الموافقة على توفير خدمات وأنشطة لأبناء النادي الأهلي من ذوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنمية المواهب، وطبعا تأهيل المهارات الحياتية عندهم بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات، وكذلك تنظيم حملة إعلامية لنشر التوعية المجتمعية للاهتمام بذوي الهمم. والحقيقة النادي الأهلي دايما يعني ليه أمارات كتير قوي بتؤكد أنه النادي بالكامل وكل القائمين عليه مهتمين اهتمام كبير جدا بذوي الهمم، ودايما حريصين على ان هم يعملوا لهم انشطه وفعاليات مختلفه. طبعا دي حاجه محترمه جدا. اتفق معاك يا كريم جدا. وكمان خليني اقول لحضراتكم ضمن القرارات موافقه على شراء اجهزه تدريب متخصصه للمساهمه في رفع هنا الكفاءه الفنيه لقطاع الناشئين، دي حاجه. والموافقه كمان على افتتاح اكاديميات جديده في كره القدم، ده فين؟ ده بمحافظه المنوفيه تحديدا، مع كمان تجديد بعض التعاقدات القائمه للاكاديميات في الوقت الحالي، وانشاء اكاديميه للاهلي في كرة السلة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون هنا مع منطقة لعبة وبالمحافظة تحديدا، والموافقة على إنشاء أكاديمية للأهلي أيضا في ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوة بالتعاون مع مركز شباب حلوان. المهم خلينا هنا بس نقول حاجة، يعني اهتمام الأهلي بالتوسع في نشاط الأكاديميات خلال الفترة الأخيرة ده شيء يعني مش بسيط، ده بيأتي ضمن استراتيجية النادي علشان تخدم أو يقدر أنهم يقدموا خدمات للدولة وللشباب كله. فكرة كمان هنا يا كريم أن أنت تحقق تنمية وتحقق استثمار، بس هنا الاستثمار بقى مش استثمار في مباني، لا في بشر. صح. بتعد جيل رياضي محترف، مش بس كمان مجرد هنا بشخص هاوي، لا. فحاجة محترمة وحاجة جميلة جدا. تحية كبيرة لمجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، زي ما كريم كان بيقول مجهود على الأرض باين وملحوظ، يعني حاجة ومزيد يا رب نتمنى كمان مزيد ومزيد من
الانجازات على الارض ان شاء الله. نروح بقى مع حضراتكم لفريق الشباب لكره اليد مواليد سنه 2000 بالنادي الاهلي، وعندنا يعني خبر يفرح جدا يخصهم. الفريق نجح في تحقيق لقب بطوله كاس مصر بعد ان تغلب على نظيره فريق الشمس طبعا في المباراه اللي اقيمت بين الفريقين امبارح في نهائي البطوله. وحرص الدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد على حضور هذه المباراه، وقدم خلالها الفريقين عرض قوي جدا قبل ان تنتهي بفوز النادي الاهلي بنتيجه 30-29. بعد نهايه المباراه تسلم الجهاز الفني واللاعبين كاس البطوله وميداليات المركز الاول، وطبعا احتفل الكل باللقب اللي نجح الفريق في تحقيقه بعد مسيره مميزه جدا خلال مشواره نحو هذا اللقب. وللتهنئه معانا على التليفون الاستاذ صابر حسين وهو مدرب فريق الشباب لكره اليد مواليد 2000 بالنادي الاهلي. كابتن صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. كابتن صابر صباح الفل. صباح الفل يا كريم. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى اهل بيتك، ومليون مبروك. يعني كاس بطوله جديد بيضاف الى يعني دولاب بطولات الفرق المختلفه في النادي الاهلي، فطبعا اولا الف مبروك، وثانيا عايزين نعرف من حضرتك كده ملخص للبطوله دي ومشوار النادي الاهلي فيها اللي كلل في النهايه بالنجاح. انا اول حاجه بس يعني بنقول الف مبروك للنادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي، مبروك مجلس الاداره بقياده كابتن مجدي الخطيب، مبروك لاداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف، مبروك لجهاز كره اليد بقياده الكابتن ياسر الرملي، مبروك لكل اهلاويه. البطوله طبعا غاليه تضاف لدولاب النادي الاهلي، واحنا من اول الموسم واخدين على عاطفتنا اللي احنا ما فيش بطوله نريحها الحمد لله. وماتش امبارح اكبر دليل على كده، الولاد لحد اخر ثواني بتقاتل في الملعب عشان تاخد البطوله. والحمد لله، ودوت اللي النادي الاهلي علمه لنا ان احنا كل بطوله نخشها لازم نكسبها. فطبعا دوت نحاول ننقله للولاد، والحمد لله ولادنا امبارح كانوا على قد المسؤوليه وكانوا رجاله جدا جدا في الملعب، وقدروا يتوجوا تعبهم في مباراه امبارح وخلال البطوله بالفوز بالكاس الحمد لله. الحمد لله الف مبروك. وطبعا النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها احنا شخصيا اتكلمنا فيها قبل كده كتير حتى في اطر مختلفه، بس فكره ان النادي الاهلي وكل من هو مرتدي لتيشيرت النادي الاهلي ايا كانت الرياضه او ايا كان نوع اللعبه، دي مش بتعمل عبء عليكم يعني وعلى اللاعبين وعلى المسؤولين؟ فكره ان مفيش بطوله ندخلها وناخد مركز تاني، ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني. عندك حق كلامك، بس احنا من كتر ما عشنا جوه النادي الاهلي وتعودنا على الكلام ده، بقى الكلام دوت جزء من تكويننا كناس رياضيين سواء لعيبه او اداريين او مدربين، ودي زي بقت ثقافه جوانا كابناء النادي الاهلي من الاجيال بتديها الاجيال. فبالتالي الاجيال اللي بتيجي بعد كده بتاخد نفس الطباع وبتاخد نفس الجينات، فبقى دوت موروث عليك. فموضوع الضغط مش موجود عندي، انا اتعودت على خلاص، اتعودت على المكسب، فده مش ضغط عليا، ده بقى جزء من تكوين شخصيتي الرياضيه اللي انا كل بطوله لازم اكسبها، فده مش عبء، ده حاجه من تكويننا خلاص. جميل. طيب احنا يعني مرة تانية بنكرر لحضرتك التهنئة كابتن صابر حسين مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الاهلي، مليون مبروك وان شاء الله المزيد من البطولات والمزيد من النجاحات. طب دي كرة اليد، تعالى بقى كرة السلة. يلا. كمان من الاخبار المفرحة معانا ان الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي حقق فوز مهم جدا، ده كان على حساب نظيره فريق اصحاب الجاد، ده في المباراة اللي اقيمت بين الفريقين امبارح ضمن منافسات دور الثمانية من كأس مصر. او عايز اقول لحضراتكم المباراة كمان امبارح تابع شهدت اداء قوي جدا من جانب الفريق، ونجح ان هو يحقق فوز بنتيجه هنا كبيره، يعني في فرق كبير بين النتيجتين 88 ل 48، ودي النتيجه بقى اللي تمكن من خلالها الفريق من مواصله عروضه القويه في البطوله وتاهل كمان تاهله للدور النصف النهائي من البطوله اللي مش هو بس اللي بيسعى ليها الحقيقه، كلنا بنسعى معاه يعني وبنتمنى التوفيق. واحنا عندنا فريق قوي، لو هنتكلم عن السله هنا رجال تحديدا احنا عندنا فريق قوي جدا، فاحنا واثقين فيهم. هم حققوا في الفترة اللي فاتت كمان في 2020 يعني بطولات وميداليات ورانكينجز حلوة جدا، فإن شاء الله كمان 2021 يكون كلها بطولات عليهم مش بس السلة على كله بإذن الله. دايما بنتكلم مع حضراتكم عن دعم الدولة المصرية للرياضة ولتنمية المواهب في مختلف المجالات. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية بعنوان ها أنا أحقق
ذاتي، واللي طبعا دي اللي يعني نظمتها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتشتمل هذه الاحتفاليه على عرض لقصص نجاح الاطفال الايتام المتفوقين علميا وفنيا ورياضيا، فضلا عن وجود مجموعه من العروض الشعبيه والفنيه والتمثيليه والغنائيه وايضا الرياضيه، زي مثلا ممارسه تمارين اللياقه البدنيه، اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الاطفال يعني الايتام، وتوجيه اوقات فراغهم بطريقه ايجابيه بما يعود بطبيعه الحال بكل النفع والفايده عليهم هم شخصيا وعلى المجتمع ككل. انا عجبني الاسم، يعني لو هنقف شويه كريم عند الاسم، ها انا احقق ذاتي. حلوه كمان ان هي بتدي زي رسائل كده ان انت قادر، ان انت لو عندك حلم تحققه. وفكره كمان ان الدوله هي اللي قايمه بالمبادره دي او الاحتفاليه دي، فهي بتقول لك ايه، انت حقق ذاتك واحنا داعمين ليك. ده المفهوم الضمني اللي انا عشان طبعا اول مره اسمعها افهم ده. فخليني اقول لحضراتكم كمان من ضمن اللي كانوا مكرمين في الاحتفاليه دي، عبد الله شكري ده المعيد بكليه التربيه الرياضيه بجامعه الزقازيق، والمدرب كمان مبادره ها انا احقق ذاتي، لاعب الجودو المصنف رقم 12 على العالم والحاصل على الحزام الاسود وست بطولات دوليه البطل محمد عبد الموجود، ولاعب المصارعه الحاصل على بطوله الجمهوريه والمركز الاول تجارب افريقيا ضمن كمان المشروع القومي ها انا احقق ذاتي، البطل احمد هاني احمد، وكمان لاعب الملاكمه محمد البدري المنضم لمشروع ها انا احقق ذاتي. وزي ما كنا بنقول كده، يعني ده كله بيترجم او بيترجم دعم الدوله للمواهب الرياضيه، وبيدي ثقه وبيدي كده امل لاي بطل او اي شاب مصري عايز ان هو يحقق ذاته، ان هو روح حقق ذاتك احنا بندعمك. دي كلها رسائل اعتقد كنا مفتقدينها زمان، انا بتكلم في سنين فاتت، فحلو جدا حاجه زي كده ان احنا نشوفها، حتى يعني السمع بتاعها حلو. انا مبسوطه لما اسمع حاجه زي كده، فيها طاقه ايجابيه، خلينا نقولها كده. فكره التنميه المجتمعيه وفكره ان انت بتستثمري في البشر، في البشر دي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا، وتطمنك على ان الاجيال اللي جاية هناك من يرعاها. يعني فاهم قصدي ايه، في ناس مركزة معاها وبتتمنى لها الخير وبتساعدها على الوصول للخير ده، فدي حاجة طبعا لطيفة جدا. طيب تعالوا بقى نتابع مع حضراتكم حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل. اتفضل. طيب ناخد معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، هو ده دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور في الاول كل سنه وحضرتك طيب طبعا، وقبل ما نبدا يعني صباح الخير. صباح الفل دكتور نهاوند دكتور كريم، كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. بألف خير يا فندم. بالنسبه لبقى هنا ان رمضان داخل، وانا بصيت امبارح على الابلكيشن اللي هي بتاعت الوادر على التليفون، لقيت ان الوضع كل يوم هيبقى فيه درجات حراره بترتفع، يعني في يوم من الايام قريب تقريبا بعد بكره 38، فخلينا نعرف كده التقلبات اللي بتحصل معانا دي يعني هتوصل لفين كمان، عشان الفتره اول اسبوع في رمضان ده بيبقى عزومات وناس كتير بتضطر انها تنزل، فبرضه عشان ياخدوا بالهم. اتفضل يا دكتور. هو طبعا استاذ نهاوند انا كنت احب تقولي ان احنا وفقا لتراكوات الانصات الجويه شفت الايام اللي انتم مديتها فيها زياده، مش الابلكيشن بتاع الموبايل. يعني ما علينا، مهم يعني. صح. فاحنا طبعا وفقا للتنبؤات احنا بنقول فعلا في ارتفاعات تدريجيه بدرجات الحراره خلال الايام اللي جايه بدايه من بكره. ففعلا مع اول ايام رمضان هنستشعر بقى ارتفاعات، وان كانت طفيفه في البدايه بس هتبقى فعلا ارتفاعات تدريجيه خلال الايام اللي جايه لغايه منتصف الاسبوع القادم على الاقل،
هتكون فيها ارتفاعات في درجات الحراره خلال فترات النهار ايضا فترات الليل، ولكن احنا بنقول يعني نسب الرطوبه مش مرتفعه بشكل كبير، فالحمد لله هتبقى الاجواء يمكن بس ارتفاع درجات الحراره هو اللي هيبقى يعني اللي متواجد في الشارع متعب شويه للصايمين طبعا في الشارع، ولكن ان شاء الله الحمد لله رغم ان كده ان الرطوبه منخفضه، فيعني اللي في اماكن ظليله او في البيت مش هيستشعر بالارتفاعات الشديده دي، مش هتاثر عليه بشكل كبير، ولكن طبعا في ارتفاعات تدريجيه. احنا بكره متوقع 25 درجه، بعد كده 27، وهترتفع هتتجاوز ال 30 درجه مع نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم، يعني ارتفاعاتها هتبقى مع بدايه الاسبوع القادم هتبقى ملحوظه شويه. طب احنا هنشتي تاني ولا خلاص كده عشان بس الواحد يبقى عارف ينزل شتوي ويطلع صيفي ولا العكس ولا نعمل ايه؟ يعني بجد يعني هل في اي معلومه عن الفتره اللي جايه لسه هيكون في كده تقلبات في الجو، ولا خلاص نقدر نقول الربيع دخل او يعني خلاص اولى فصول الصيف كده؟ هو تعتبر اقل موجه في منخفضه في درجه حرارتها هي النهارده وامبارح واول امبارح. طيب تمام. مش هنشوف الاجواء دي تاني ان شاء الله. هو اليومين ثلاثة اللي فاتوا دكتور محمود كانت فعلا بيبقى الاجواء حارة نسبيا بالنهار، لكن بالليل كلنا بناخد بالنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. حسب كلام حضرتك واضح ان ده ان شاء الله مش هيحصل بقى الفترة اللي جاية. مش هيحصل، صعب يحصل الفترة الجاية، خصوصا خلاص هنبقى دخلنا على النص الثاني من الربيع، والنص الثاني من الربيع بيكون اكثر سخونة من النص الاول، لان احنا قلنا دايما ان الربيع فصل انتقالي بين الشتاء والصيف. فالنص الاول دايما فيه بيبقى ميال للشتاء اللي هو بادئ بعديه على طول، والنص الثاني بيقترب من الصيف، فبتكون صعب ان تنخفض درجات الحراره فيه بشكل ملحوظ زي اللي شفناه اليومين الثلاثه اللي فاتوا. واللي ساعد على احساسنا بالانخفاض الشديد اللي شفناه اليومين الثلاثه اللي فاتوا بالليل ان كان في نشاط رياح، نشاط الرياح ده فعلا ساعد كمان على احساسنا بالانخفاض في درجه الحراره، كانت بتسجل 12 درجه مئويه بس احساسنا بيها بيكون اقل كمان من 10 درجات. فالايام الجايه لا الوضع مختلف تماما، رغم ان ممكن في بعض الاحيان نشعر بنشاط للرياح خفيف كده، بس ان شاء الله ده هيقلل شويه من احساسنا بارتفاع درجه الحراره. أيوة المفروض اللي احنا هنشوفه مهم ده جدا، ربنا يسهلها علينا جميعا وعلى كل الصايمين يا رب باذن الله كده، وما يبقاش فيه حتى اي تعب. شكرا ليك جدا، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه يا دكتور محمود. وحضرتك طيبين يا حبيبي. حضرتك بالصحه والسلامه. طيب يا حضرات هنستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل اخبارنا وموضوعاتنا. اتفضل. تحس الناس هيقولوا ارحمينا بقى من الفانوس. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. عايزه بس اقول لكم على حاجه سريعه جدا قبل ما نروح لاخبار النادي الاهلي. طبعا زي ما احنا متعودين كنت بسال كريم، لان على فكره السؤال ده طرح طرح كتير جدا على السوشيال ميديا والله العظيم، كنت دايما بقراها. هو يعني ايه كوجوك؟ وكان الناس بتسال هو انت مصري حاجات كده. فانا بقى عرفت، اولا الاسم تركي معناه جونيور او حاجه مش مهم، الصغير الصغير، وهو اصلا اسم تركي بينطق كوتشوك صح؟ عمري في حياتي ما فكرت تخيل بقى انت تطلع تقول كده، ما انت ما تطلعش تقولها اصلا، حتى لو وريتك السبيلنج بتاعه بالانجلش صعب جدا. هو اسم زي ما انت بتقولي تركي، انا نفسي طبعا انا مصري اسكندراني، لكن ابو جدي هو اللي كان تركي صرف، ويعني يقال ان هو يعني اول من ادخل الطب الشرعي لمصر، وطبعا الاسم بيكتب بالعربي كاف جيم، عارفه الجيم المتعطشه. أيوة واو كاف، فاسم صعب الحقيقه. بس انت ما فيش اي ملامح تركي؟ لا ما تلاقيش. بقيه الاخوات بقى خلي بالك من حاجه، انت لو شفت بقيه العيله عندي، انا عارفه اخواتك مخصناش ملونين صح، مخصناش ببقى عينين بقى زرقاء وخضراء وحاجات عجيبه جدا، تحسين انا ايه مش لا انتمي لهذا الكيان. هو اصلا مراتك ما شاء الله شيرين، يعني كل سنه طيبه يا شيرين، بجد انا الناس بحبها جدا. ربنا يخليك وانت طيبه. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي فرق المختلفه والانشطه مع مراسلنا العزيز مينا ماهر من مقر النادي الاهلي. يا مينا صباح الخير عليك، وكل سنه وانت طيب، وكل المراسلين بتوع قناه الاهلي يعني طيبين بجد، انتوا كلكم شاطرين ومزيد من التالق يا رب ان شاء الله. وانت طيبه يا نهاوند، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وكالعاده من مقر النادي الاهلي بالجزيره نطلعكم على كل ما هو جديد. خلوني في البداية اسمحوا لي أعيد عليكم كل سنة وحضراتكم بألف صحة وسلامة بمناسبة طبعا حلول شهر رمضان الكريم، وزي ما احنا متعودين يا رب يكون شهر الخير والبركة والتفاؤل على كل الناس، رمضان كريم. خلوني في البدايه اتكلم عن فريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي بقياده مستر بيتسو موسيماني، يستأنف تدريباته اليوم استعدادا
ليه مباراة قوية جدا أمام فريق قوي ببطولة كأس مصر فريق النصر. طبعا يوم إن شاء الله المباراة هتكون يوم الأربعاء الساعة 9:30 على استاد الأهلي والسلام. يمكن مستر بيسو موسيماني كان امبارح مدي راحه سلبيه للفريق، ولكن النهارده استئناف للتدريبات. طبعا الفتره الجايه عندنا مباريات قويه جدا لفريق النادي الاهلي في اكتر من بطوله، وكلها يعني مباريات حاسمه. ان شاء الله بعد مباراه النصر هيكون فريق النادي الاهلي امام مواجهه النادي الزمالك يوم الاحد 18 ابريل، وبعد كده الاهلي وسموحه يوم الاربعاء 21 ابريل، بعد كده الاهلي وانبي السبت 24 ابريل، والاهلي والمصري الثلاث 27 ابريل. كل المباريات دي في شهر رمضان بتكون الساعه 9:30، يعني مباريات مهمه وقويه جدا في مشوار الدوري المصري. كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع البطولات، وان شاء الله زي ما احنا متعودين اول دايما ومركز أول وتحقيق بطولات على الصعيد الدولي أو الأفريقي. يعني امبارح بقى كان في مباراة قوية جدا، أنا بصراحة كنت متواجد في المباراة، مباراة الشباب بين فريق النادي الأهلي ونادي الزمالك. قدر النادي الأهلي يقدم عرض قوي جدا أمام فريق نادي الزمالك، قدر يتقدم في بداية المباراة بهدف، وقدر نادي الزمالك إنه يعوض بهدف ثاني بركلة جزاء، ولكن في الدقائق الأخيرة قدر النادي الأهلي أنه يحسم المباراة بفوز قوي على فريق الشباب بنادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف. ولكن بعد المباراة شاهدنا يعني بصراحة حاجة غريبة مش متعودين عليها، أن كلا الفريقين كانوا بيحتفلوا بالفوز ببطولة الجمهورية، ولكن سرعان ما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرار يعني إقامة مباراة فاصلة يوم الثلاثاء 20 إبريل الساعة 9:30 على ملعب نادي سكة الحديد. إن شاء الله المباراة دي اللي هتحدد مين بطل الجمهورية. كل التوفيق للشباب النادي الأهلي، يعني قدموا مباراة قوية أقوى من مباراة امبارح. بصراحة مباراة امبارح كانت حاجة في غاية الروعة. إن شاء الله النادي الأهلي يكمل المشوار بتتويجه ببطولة الجمهورية للشباب. نروح بقى للفرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي. البداية بشباب سلة الأهلي، 20 سنة فازوا على نادي الجزيرة بنتيجة 59-44، وهيقابل الزمالك في مباراة فاصلة لتحديد بطل الجمهورية. أيضا شباب سلة الأهلي 16 سنة حققوا فوز على نادي جزيرة الورد بنتيجة 51-31 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وايضا ملكات يد الاهلي يعني ينهوا الدوره المجمعه الاولى بالفوز على سبورتينج بنتيجه 29-23 في رحله استعاده لقب الدوري المصري. ايضا شباب طائره الاهلي 19 سنه فوزوا على نادي الشمس بنتيجه 3-0 ضمن فعاليات بطوله الجمهوريه. واخيرا بنات طائره الاهلي 18 سنه فازوا على فريق نادي الجزيره ب3-0 ضمن فعاليات بطوله الجمهوريه. ان شاء الله الفتره الجايه هتكون فتره مهمه لكل فرق النادي الاهلي في جميع البطولات، فتره الحسم. ان شاء الله يقدر النادي الاهلي انه يعني ياخد كل البطولات زي ما احنا متعودين، إن كانت على المستوى المحلي او الافريقي. دي كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. لو في اي استفسارات انا معاكم. رمضان كريم مره ثانيه، وعوده لكم مره اخرى في الاستوديو. مشكوره جدا يمينة. والماتش بس زي ما احنا كلنا طبعا تابعنا، هو هيكون ماتش الاهلي على استاد برج العرب بالاسكندريه. كل التوفيق، كل التوفيق ان شاء الله يعني للفريق برج سوري استاد اسكندريه. كل التوفيق ان شاء الله للفريق. شكرا لك يا مينا. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على موقع مقر يلا كوره، من طبعا مع مراسلنا العزيز والزميل محمد توفيق اللي هنتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. وكمان هيكون معاه لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو وهو مسؤول النشر بموقع يلا كوره. صباح الفل عليكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهواند. يعني بحياتي ليك ولكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يهلوا علينا بالخير واليمن والبركات على الامه المصريه والعربيه والعالم اجمع باذن الله. زي ما ذكرت احنا موجودين في موقع يلا كوره عشان يعني زي ما بنقول ناخدكم في جوله الاهم واخر الاخبار في مصر والعالم. يمكن النهارده جولتنا غنيه جدا بالاخبار العالميه، يعني اخر جوله زي ما بنقول قبل رمضان، فان شاء الله يعني الجزء العالمي فيها كبير جدا. اول اخبارنا خبر مصري من بوابه اخبار اليوم. مصر تستضيف التصفيات الافريقيه للجمباز الفني المؤهله لاولمبياد طوكيو. يمكن كان المفروض المقرر ان التصفيات هتتعمل في دوله جنوب افريقيا، لكن اكثر من دوله
اعترضت على إقامة البطولة في جنوب أفريقيا نظرا طبعا لانتشار فيروس كورونا والسلالة الجديدة في جنوب أفريقيا. فالاتحاد الأفريقي قرر إقامة التصفيات في مصر إن شاء الله، ودي هتبقى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو اللي هتجري في الصيف المقبل إن شاء الله في طوكيو. الخبر الثاني معانا من جريدة الشروق، صلاح فزنا أخيرا في أنفيلد وهدفنا المشاركة بدوري الأبطال في الموسم القادم. طبعا محمد صلاح دي كانت تصريحاته بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا 2-1، كان ليه تصريحات وقال فيها إن كان بقالنا فترة على أنفيلد ما فيش تحقيق مكاسب، لكن الحمد لله أخيرا كسرنا العقدة دي وحققنا مكسب على الملعب بتاعنا. وقال إن هدفنا في السبع مباريات المتبقية من عمر الدوري هو الدخول للمربع الذهبي، ودي المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أوروبا عفوا في الموسم المقبل. خبر معانا بعد كده من جريدة الشرق الأوسط، ريال مدريد يضرب ثلاث عصافير بحجر واحد في انتصاره بالكلاسيكو. أكد تفوقه على الغريم برشلونة وعاد لسباق القمة الأسبانية وأرسل تهديدا لليفربول قبل مواجهة الأربعة. ده طبعا زي ما كنتوا بتتكلموا امبارح كناية عن الفوز الأخير لريال مدريد على برشلونة في سباق القمة في الدوري الأسباني. آخر أخبارنا النهاردة يمكن تقرير بيعمله يلا كرة، تقرير هايل جدا يعني، تقرير صباحي لكل زوار الموقع بيقدموا فيه أهم العناوين والمنشتات اللي صدرت في كل الصحف العالمية في البلاد اللي فيها الدوريات الكبرى انجلترا أسبانيا فرنسا وأكثر من دولة أوروبية. يمكن بعنوان صباحك أوروبي، هالاند يتحدى ميسي وراموس تدخل لتهدئة برشلونة. يمكن جوه التقرير عناوين كتيرة جدا، أهمها طبعا هالاند وان وكيل اعماله دلوقتي بيفاوض اكتر من نادي اوروبي، وده اللي بيتحدى فيه ميسي ان هالاند الوكيل بتاعه طالب راتب اسبوعي 1,000,000 يورو. طبعا ما فيش حد بيحصل على الرقم دوت في العالم حاليا غير ميسي، يعني بنتكلم تقريبا بسم الله ما شاء الله 52,000,000 يورو في السنه. طبعا ده رقم كبير جدا، لكن هالاند اعتقد المستقبل ليه وبشكل كبير جدا هيبقى خليفه ميسي حتى في القيمه اللي بيتقاضاها. كمان بيتكلموا عن راموس كان ليه دور كبير جدا لتهدئه لاعبين برشلونه بعد الانفعال على حكم المباراه في الممر المؤدي لغرف اللاعبين. يمكن راموس على غير العاده عام يعني زي ما بنقول قام بدور حمامه السلام وهدأ لاعبي برشلونه عشان يحل المشكله. كمان التاريخ فيه كلام اكثر من رائع، كمان مشكله مانشستر يونايتد والتجديد لبول بوجبا لغايه دلوقتي ما فيش حل للموضوع دوت. كمان هاري كين مهاجم توتنهام بشكل كبير جدا هيرحل على الفريق طبعا بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد وتقهقر الفريق لمراكز متأخرة وتقلص فرصه للصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. عشان نتكلم بقى أكتر عن أخبارنا ونحللها ينضم لنا الصحفي ومسؤول النشر موقع يلا كورة أستاذ أيمن جيلبرتو. يعني برحب بيك في البداية، نبدأ البداية محمد صلاح وليفربول، وأعتقد موسم كارثي حتى الان الا اذا كان لهم راي تاني يوم الاربعاء ان شاء الله في مواجهه ريال مدريد. طبعا اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، رمضان كريم عليكم، رمضان كريم نهواند وكريم. بالتاكيد لو بتتكلم عن صلاح يعني في الفتره الاخيره هو متصدر الهداف البريمير ليج بينافس هاري كين، لكن في المشكله بتاعه ليفربول ان المركز بتاعه طبعا غير حاليا غير مؤهل لدوري ابطال اوروبا. عندهم يعني خطين ماشيين فيه، الخط الاول بتاع دوري الابطال نفسه ان هو هيحاول في مباراه الاياب مع ريال مدريد ان هو يعني يخش في الدور اللي جاي ان هو يعني يعوض الخساره 3-1 في اللي كانت في مدريد، وان هو ازاي يتاهل للسيمي فاينل عشان دي تبقى خطوه للنهائي، وبالتالي ممكن ان هو يتاهل لدوري ابطال اوروبا من خلال ان هو بطل البطوله ويريح دماغه من صراع البريمير ليج. طبعا صراع البريمير ليج الموضوع هيبقى مختلف فيه، المباريات المتبقيه كلها تبقى شرسه، اكتر من نادي بينافسوا ان هم يبقوا موجودين في الدوري ابطال اوروبا السنه الجايه، وحتى الدوري الاوروبي بنتكلم في تشيلسي في ويست هام في ليستر، موجود كمان مع ليفربول في زي استون فيلا، في يعني اكتر من نادي بيحاول ان هو يبقى موجود في المراكز اللي هي الاربعه الاولى مع كمان المركز الخامس عشان الدوري الاوروبي. فالصراع صعب جدا في البريمير ليج مع مستويات ليفربول، لكن هي في تصاعد ولكن الامور بتبقى مشتعله شويه في الدوري الانجليزي. احنا كل اللي نتمناه ان صلاح يحافظ على مشواره كهداف للدوري الانجليزي الى حد ما يقدروا في دوري ابطال اوروبا ان هو يستمر ويسجل اهداف بحيث الموسم يبقى افضل لصلاح. يعني من وجهه نظرك صلاح هيفضل في ليفربول ويكمل، ولا يعني زي ما بنقول دلوقتي ده وقت الرحيل يعني المظبوط لمحمد صلاح عن ليفربول؟
يعني من وجهة نظري لا، الأفضل لصلاح أنه يكمل موسم كمان في ليفربول على الأقل، لو هو في خطط أنه يمشي، لكن لازم على الأقل يكمل موسم كمان يشوف الدنيا في السوق في أوروبا نفسها تبقى عاملة إزاي السنة اللي جاية. لسه الأندية متأثرة بتداعيات فيروس كورونا والمشاكل المالية، صلاح من اللعيبة يعني زي ما نقول كده الصفوة في أوروبا، الراتب بتاعه راتب من الرواتب الكبيرة، عشان الراتب ده يتم توفيره لصلاح موضوع صعب، عشان كمان نادي يدفع مبلغ كبير لليفربول عشان يستغنى عن صلاح الأمور مش هتبقى سهلة. أعتقد صلاح وصل بعض الرسائل للفترة اللي فاتت من خلال حواراته، خصوصا في الصحف الإسبانية تحديدا، لأن طبعا في أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة دي الأندية الأبرز اللي الناس تتكلم أن صلاح ممكن تبقى دي خطوته المقبلة. فصلاح وصل المسجز بتاعته، الحاجات اللي هو متضايق منها. من الواضح أن الفترة الأخيرة المعاملة اختلفت والأمور بقت افضل بالنسبه لصلاح، شايفين ان هو ما بقاش يعني ما فيش الحده شويه مثلا لو هو خارج او بعد ما بيجيب هدف بيحتفل، في فتره ما كانش بيحتفل كنوع من انواع الرساله، الامور مع كلوب افضل. فاعتقد يعني الامور بالنسبه لصلاح لو موسم كمان في ليفربول هيبقى افضل، خصوصا صلاح يعني حاليا انت بنتكلم في واحد من اساطير، يعني هو بيعامل معامله الاساطير في ليفربول، لان هو تواجد في حقبه حققوا فيها البريمير ليج، دوري ابطال اوروبا، يعني انجازات كثيره ليفربول في السنوات الاخيره ما كانتش تحقق يعني. الدوريات الكبرى يمكن بنتكلم في 7 أسابيع في معظم الدوريات وينتهي البطولات، شايف المنافسة على المراكز الأولى والظفر باللقب في أكتر من دوري زي يعني الدوري الانجليزي لو سريعا، خلاص بنقول مانشستر سيتي خطوات ويحسم اللقب الموسم الحالي. لو الصراع الابرز حاليا هو في الدوري الاسباني، في الكلاسيكو الاخير ريال مدريد قدر ان هو يحسمه لصالحه، اتلتيكو مدريد بيتعادل في مباراته الاخيره 1-1، بنتكلم فرق نقطة مع ريال أتلتيكو مدريد، فرق نقطة عن ريال مدريد، وبعد كده في نقطتين مع برشلونة، لسه في مباراة في الأسابيع اللي جاية تبقى بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة قد يستفيد منها ريال مدريد. ريال مدريد عنده مباريات قوية، هيلاعب لسه إشبيلية، أعتقد لسه هيلاعب كمان أتلتيكو بالباو، غير في مباراة في النص ممكن توقع الفرق الثلاثة، فالصراع مثير جدا، ممكن يحسم في المباريات الأخيرة والحظوظ الثلاث فرق موجودة. طبعا أتلتيكو مدريد هو نقدر نقول اللي دخل برشلونة وريال مدريد في الجيم، لأنه خسر عدد كبير من النقاط في المباريات الأخيرة. ريال مدريد مع زيدان بيقدم مستوى ثابت، عندهم طبعا مباراة مع ليفربول مصيرية في الأسبوع ده، يعني هنشوف الصراع في النهاية في أسبانيا هينتهي على إيه. في إيطاليا برضو سريعا الدوري الإيطالي شبه محسوم لإنتر ميلان، يمكن يوفنتوس وميلان بيتصارعوا على المركز الثاني، في موجود نابولي ولاتسي وروما يعني بيحاولوا برضو ان هم يجدوا لنفسهم مقاعد اللي هي بنتكلم الاوروبيه، بيتنافسوا في المنطقه دي، لكن الدوري السنه دي تقريبا شبه محسوم لانتر ميلان على بعد برضو خطوات ان هو يستعيد اللقب بعد اكتساح وسيطره ليوفنتوس في السنوات الاخيره. الدوري الالماني برضو في فارق معقول لبايرن ميونخ، لكن الامور يعني ما حسمتش، لكن بايرن ميونخ اعتقد يقدر بشكل كبير ان هو يحسم الدوري الالماني يعني. شكرا سامي، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله رمضان كريم عليك وعلى كل محبينك ان شاء الله. شكرا ليكم ورمضان كريم باذن الله. كريم نهواند، دي لحد هنا بتنتهي جولتنا، يمكن دي اخر جوله اخباريه قبل رمضان، كنت سعيد جدا اني موجود معاكم في اخر يوم قبل رمضان، نفتقدكم جدا وهفتقد طلتكم كل يوم في 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله رمضان يبقى اخي سعيد وكريم على كل المصريين والعالم العربي والعالم اجمع، كلمه ليكم. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر وبنتمنى لك طبعا يعني رمضان كريم ان شاء الله عليك وعلى كل اهل بيتك وكل حبايبك انت والاستاذ ايمن جلبرتو، بنشكركم جزيل الشكر وان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله يعني بعد رمضان على طول. وطبعا مينا كمان زميلنا العزيز اللي واخد تاني النهارده وجاي مروش نفسه، مينا كل سنه وانت طيب يا مينا، وان شاء الله نلتقي معاك مره تانيه ان شاء الله بعد رمضان على خير باذن الله. طيب خلينا نكمل مع حضراتكم بقى، نروح لخبر متعلق هنا بالكورونا. زي ما بيتقال كورونا ليها تأثير كبير كمان على الأوساط الرياضية، امبارح تحديدا أعلن أحد الأندية الكولومبية أنه هيخوض مباراته القادمة في الجولة قبل الأخيرة بالدوري بكم بقى لاعب؟ 7 لاعبين فقط اللي هم المتاحين. طيب إيه السبب؟ السبب أن في 15 من لعيبة بتوعه
بتاعه بيعانوا من فيروس كورونا المستجد، والباقيين عندهم اصابات يعني متنوعه. والفريق هنا قال او صرح يعني انه مضطر للحضور في الملعب بسبع لاعبين فقط لعدم التعرض لعقوبات شديده، وده لانه طلب تاجيل المباراه من الخميس اللي فات يعني، لكن الطلب اترفض من اتحاد كره القدم الكولومبي. موضوع جديد او يعني غريبة، مشهد جديد غريبة. هتتابع يعني مباراه فريق منهم فيه سبع لعيبه فقط، برضو مش عارفه، مش فير يعني. لا والجمله نفسها عجيبه جدا، جمله ايه ده اضطر يدخل المباراه بالسبعه المتاحين يعني، ما عندهمش غيرهم. فخبر طب كان ممكن يصعدوا من الناشئين. لا الغريب ان هم اترفض يعني، الطلب اترفض ليه يعني، غريبه جدا يعني. حتى لو الفريق الاول كمان ما فيهوش مثلا ما يصعدوا ناشئين معاهم برضو يعني، ليه حل؟ ما اعرفش القانون هيقول ايه في الحاله دي، بس عموما المنطق لازم يبقى حاضر يعني. لما يتقال ان احنا ما عندناش غير السبعه دول وجايبين 15 شهاده بتثبت ان الباقيين كلهم مصابين، فيعني غريبه جدا. طيب على كل حال هنروح مع حضراتكم بقى على لعبه كره القدم سيدات، وهنتكلم معاكم عن لاعبه ابنة لاعب شهير جدا ولكن في كرة السلة. هي ابتدت طبعا تلفت الأنظار في كرة القدم في الفترة الأخيرة، سجلت ترينتي رودمان صاحبة ال 18 سنة أولى مبارياتها الرسمية في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات. والجدير بالذكر طبعا أن هي ابنة عملاق كرة السلة الأسبق دينيس رودمان، سجلت لفريقها واشنطن سبيريت بعد خمس دقائق فقط من نزولها في الشوط الثاني بديلة عن إحدى زميلتها. شفت الاستلامة اللي بالرجل دي؟ ده جامدة جدا، جامدة جدا، ماتش قوي على فكرة. والجوال كلها حلوه، عندهم القضيه ممكن برضه هم الجماعه. لا بجد في لاعبات فعلا، نتكلم هنا يعني في كره القدم على المستوى الدولي كمان رائعين جدا يعني. حضراتكم تابعتوا او من الناس يعني اللي بيحب يتابع كره قدم النسائيه؟ لا في اسامي، وبجد ممكن تلاقي عناصر منهم بيلعب احسن من اي لاعب تاني محترف يعني. موجود ده وموجود ده. نروح بقى على دوري هوكي الجليد، حيث فاز دالاس ستارز على ضيفه فلوريدا بانثرز باربعه اهداف لهدف واحد في مباراه مهمه جدا في الدوري الامريكي لهوكي الجليد. طيب كده الفقرة الإخبارية انتهت، هنروح بقى فاصل، بعد كده كريم هيرجع في الفقرة الأولى علشان هيبقى معاه ضيفتين هينورونا، فكريم هيبقى مع حضراتكم. بعد كده أنا الفقرة الأخيرة هرجع مرة تانية عشان فقرة التغذية زي ما اتكلمنا، وأكيد هيكون في معلومات مهمة جدا تهمنا جميعا، لأن احنا مهم إن احنا نعرف إيه الأكلات بالذات فترة السحور اللي ناكلها عشان اليوم التاني ما نحسش إن احنا تعبانين، ما نحس إن احنا كمان عطشانين. موضوع العطش على فكرة بيفرق مع ناس كتير جدا أكتر من الجوع كمان. بصي بقى انا عندي مشكله تانية خالص، انا من الناس اللي بتيجي قبل يعني اذان الفجر بشويه بتعامل على اعتبار ان انا كونتينر لازم اخزن اكبر كميه ممكنه من الماء. عايزين نعرف ده صح ولا غلط برضه. بصي الموضوع مزعج جدا يعني، طبعا بتضطري يعني. هنتكلم في الموضوع هنعرف فاصل سريع وهنرجع نكمل. الأهلي البطل، جملة اعتدنا عليها في كل المنافسات الرياضية لمختلف الألعاب. هكذا يؤسس النشأ في القلعة الحمراء. الأهلي البطل لا يعرف الهزيمة ولا يستهدف مراكز سوى الصدارة، ولذلك نجد أبطال المارد الأحمر في كل مكان وزمان. للمنافسات الرياضية متعة في قوتها والظفر بألقابها، وما أجمل أن يكون النجاح متمثلاً في شقيقتين هما رانيا وريم عبد الرازق، ثنائي ألعاب القوى بالأهلي في الوثب الطويل والثلاثي. حصد الثنائي العديد من الميداليات مع القلعة الحمراء في مختلف المنافسات، ولديهما العزيمة والإصرار على مواصلة تخطي التحديات والظفر بالألقاب. رانيا وريم عبد الرازق بطلتا الأهلي في ألعاب القوى، تأملان في تحقيق طموحاتهما بالتتويج بالمزيد من البطولات المحلية والقارية والعالمية. اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما نوهنا لحضراتكم في بدايه حلقه النهارده، وزي ما اكيد حضراتكم برضو تابعتوا معانا من خلال هذا التقرير، احنا معانا في الفقره دي اختين بطلتين في العاب القوى بالنادي الاهلي، هم رانيا وريم عبد الرازق. صباح الفل عليكم. ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. منورين الدنيا.
نور حضرتك شكرا. وزحمين الدنيا بميدالياتكم بسم الله ما شاء الله، يعني كميه ميداليات حاجه جميله جدا جدا، بطلات شكرا. بطلات يعني جميل. طب خلونا في البدايه اولا نعرف عنكم انتوا على الصعيد الشخصي قبل ما ندخل بقى في الرياضه والعاب القوه والوثب الطويل والثلاثي والى اخره، يعني بتدرسوا ايه حاليا؟ لا انا اتخرجت السنه اللي فاتت من كليه تربيه انجليش بتقدير الحمد لله. بتقدير هنا لينا وقت الحمد لله، احنا نعرف ان في امتياز، في جيد جدا، في مقبول، لكن بتقدير الحمد لله دي جديده علينا. امتياز الحمد لله وبتاكده يعني ما شاء الله عليكي ما شاء الله، ربنا يخليك. شكرا. انت تقدير الحمد لله برضو ولا ايه الاخبار؟ انا في ثانيه ثانوي. اوكي، وعاملين ايه بقى في الدراسه؟ يعني انت خلاص عديتي بقى المرحله دي. الدراسه هل مأثره بالسلب على الرياضه، او هل الرياضه مأثره بالسلب على يعني العكس صحيح، ولا عارفه تهندلي امورك؟ لا هو اكيد ما فيش تاني تاثير سالب غير بس هو الوقت، يعني الموضوع صعب ان انت تعرف تظبط ما بين الاثنين. بس نفس الوقت عامه كرياضه ممكن الواحد مثلا يتخنق من المذاكره او المذاكره كتير او يحتاج ان هو يعني يغير جو او كده، فالرياضه دايما بتبقى موجوده كنشاط، كنوع من انواع التغيير، كنوع من انواع ان الواحد يبقى دايما حاسس ان في حاجه تانية يروح لها غير المذاكره او كده. فلا الموضوع طبعا بيساعد الاثنين مع بعض. حلو. انت بتلعبي وثب طويل ووثب ثلاثي، وفي حين ان رانيا مركزه اكتر في الوثب الطويل. انا بدات الاول كنت بلعب وثب طويل ووثب ثلاثي مع بعض، بس لقيت ان انا عايزه اركز في الوثب الطويل اكتر فاتجهت لكده. طب اولا الاختيار اشمعنى؟ يعني برضو العاب القوى عاده ما بتكونش من الالعاب الدارجه للبنوتات وخصوصا في مراحل مبكره من العمر. اشمعنى اخترتي الرياضه دي؟ هي والله هي جت صدفه، يعني هو بدانا من الاول خالص، انا اخويا كان في المدرسه بيعمل تجارب للعبه وكده، فجه كابتن محمد غريب هو اللي جابنا يعني النادي وقال له لا احنا عايزينك بقى معانا وفي النادي الاهلي وكده، فهو راح بعدين انا رحت فتح بعدين فتح هي جت. بالظبط. اوكي، من ساعتها بقى انا دلوقتي بقى لي 11 سنه بلعب في النادي. اوكي، وانت بقى طبعا عندك خلاص اخوكي واختك بطبيعه الحال فحببوكي في اللعبه، ما فكرتيش للحظه ان انت تختلفي عنهم وتلعبي رياضه ثانيه، ولا لقيتي نفسك برضو في العاب القوه؟ بالظبط. يعني هو احنا يعني مجرد ما بدانا نلعبها، هم طبعا يعني بيعملوا زي يعني هو العاب القوه اساسا يعني كذا كذا يعني كذا لعبه جوه بعض. بس فاحنا مجرد ما دخلنا هما بقى بيحاولوا يشوفوا كل واحد هيبقى احسن يعني في انهي لعبه او ايه اكتر حاجه مناسبه ليك. ولا والحمد لله يعني احنا مجرد ما دخلنا لقينا ان الدنيا الحمد لله كويسه، وان هما وان الكباتن يعني داعمين وان الموهبه موجوده، فلا يعني الواحد لقى نفسه ماشي فيها وحاببها ومبسوط ان هو بيلعبها. يعني ايه المواصفات اللي لازم تكون موجوده يعني في الفتاه بشكل عام عشان مش بس تقدر تمارس الرياضه دي، عشان كمان تتالق فيها وتنجح وتحصد هذا الكم من الميداليات؟ هل في تركيبه معينه لازم تكون متحققه سواء في الشخصيه او في المواصفات الجسمانيه؟ هو طبعا يعني لازم نتيك كير اوف اور ويت، يعني طبعا على حسب كل لعب. طبعا يعني هتلاقي البنت في الوثب الطويل غير في الوثب العالي، غير في الجله، غير في الرمح، غير السبرنترز. بس كشخصيه محتاجه اللي هو ايه، يعني مش اي حد بيعرف يوفق بين الاثنين، سواء الشغل او التمرين او الدراسه والتمرين، لازم يبقى في شويه تضحيات في حاجات، يعني السوشيال لايف. نعرف نوازن طبعا بين كل حاجه مع بعض. ففي ناس بتتجه اللي هو لا انا هاخد الرياضه دي، انا ايه هاخدها فور فن ومش هكمل. لكن لا، لو حد عايز فعلا حد عايز يكمل، وانا لا ده في تارجت او في جولز معينه انا محتاجه ان انا اوصل لها، فمحتاجه طبعا شويه عزيمه واسره من كل حد. طب انتوا شخصيا ايه التارجتس بتاعتكم في الرياضه دي او في اللعبه دي؟ نفسك توصلي لفين؟ شايفه نفسك فين فيها؟ لا طبعا يعني هو هدف اي حد بيلعب رياضه طبعا نفسه يلعب الاولمبياد طبعا. ده ما حصلش معاك لغايه دلوقتي؟ لا لسه ان شاء الله، يعني لسه بنحاول عليها ان شاء الله. هي بناخدها يعني وان ستيب ات تايم، هي مش لعبه مش بنوصل في يوم وليله، يعني بتاخد كده بقالي 11 سنه بلعب، انا مثلا 8 سنين 9 سنين بتلعب كتير. فهي محتاجه شويه وقت، محتاجه شويه معافره، محتاجه مجهود ومحتاجه صبر جدا. طب انت بعد ما خلصتي خلاص مرحله الدراسه، هل ناويه تستمري في الدراسه دراسات عليا، ولا هتركزي في الرياضه، ولا مخططه ايه لنفسك الفتره الجايه؟ انا دلوقتي بشتغل الحمد لله انجلش انستراكتور، وقدرت اثبت نفسي فتره قصيره يعني. كان في صعوبات طبعا في الاول، لان كنت لسه متخرجه ومحتاجه كارير جنب الرياضه، لان طبعا يعني لازم نوازن بين الاثنين. فكان في صعوبات في الاول، اللي هو ان انا شغلي من 2 للساعه 10 بالليل، فكنت بنزل الساعه 6 الصبح لوحدي. الكابتن طبعا كانوا اللي هو معايا ومتابعيني، وكان في دعم كبير جدا الصراحه، دي من الحاجات الاساسيه جدا، دعم المدربين. قالوا لي كملي، انا كنت متوتره طبعا الاول جدا، هو لا اليوم اتشقلب كله، كل حاجه اتغيرت.
بس الحمد لله كله ظبط. لا ومواعيد الشغل كمان تضرب لك اي معسكر او اي ميعاد تمرين في مكتب. بالظبط، ما كنت 6 الصبح بقى. طبعا. طبعا عندك حق. بس الحمد لله الدنيا ظبطت واحده واحده، بقت اليوم يرجع تاني بشكله الطبيعي. بيبقى في بالانس كتير قوي بين ان انا الشغل والتمرين، وان انا محتاج في جولز هنا وفي جولز هنا، فعشان كده محتاج اللي هو لا يبقى حد مركز فعلا، حد عارف هو عايز يعمل ايه، حد مش اللي هو مش انا مش بمشي كده وخلاص، مش بمشي يوم مع التاني، لا انا في جولز معينه. اه بالظبط، في جولز معينه محتاجه اوصل لها، في حاجات انا عايزه اعملها، فلا يعني كل الواحد اللي هو بيعمله ان هو بيسعى، فعلى قد ما بنقدر كلنا بنعمل كل اللي علينا طبعا. شفتي بقى ريم عشان اختك انجلش انستراكتور عماله تطرطش انجلش في القعده، شفتي اللقاء بقى دولي دلوقتي. شكرا. وانت بقى مظبطه لنفسك ايه؟ حاطه لنفسك هدف معين، تارجت معين؟ طالما بنتكلم على التارجت. لا انا الحمد لله يعني من ناحيه التارجت، ف يعني في ارقام، في يعني ثانيه واحده، يعني من ناحيه تارجت فهو في طبعا بطوله عالم يعني تحت 20 غير بطولات العرب والافريقيا، فدلوقتي مشغلين ان احنا بنحاول نعمل الارقام التاهيليه ليها، وكمان يعني مش رقم التاهيلي، بنحاول نحسن المستوى على قد ما نقدر عشان نروح وننافس، يعني مش نتاهل بس. على ذكر المستوى ريم، احنا واصلين لفين مع الدول اللي بتنافس في العاب القوة على صعيد الفتيات او السيدات؟ احنا يعني لما بندخل اي بطوله دوليه وضعنا فيها بيكون عامل ازاي؟ لا هو الحمد لله يعني احنا عندنا هنا يعني ممكن العاب القوى ملهاش يعني مش معروفه قوي، او ان اللعبه مثلا مش يعني مش شعبيه كره القدم طبعا. بالضبط. بس لا احنا الحمد لله عندنا يعني ناس كتيره جدا وناس ممتازه. عندنا اسراء سمير، هي اصلا هي نجمه مصر في الوزن الطويل او الثلاثي، فعماله 6-48 الماتش اللي فات، ويعني وجايبه نفسها من اول 10 على العالم اصلا ما شاء الله. فلا يعني انا برضو شغاله ان انا دخل، يعني الحمد لله انا دخلت التصنيف العالمي، بس لسه التصنيفي مش يعني مش عالي قوي. وده اللي احنا بقى يعني شغالين عليه الفتره الجايه وكده. بيبقى فيه يعني بتشتغلوا على كمان ريت معين بتوصلوا له عشان اسمكم يدرج في قائمه، صح كده؟ يعني غير البطولات، انا قصدي اقول لك ان في رانكس معينه لازم تحققوها بعيدا عن المنافسه اللي بصوره مسابقه. ايوه طبعا، كل لاعب يبقى ليه رانك على مستوى العالم، والرانكس دي هي اللي بتاهل انا رقمي ايه او انا هروح العب فين. بس بتيجي بقى بالماتشات الكتير، لان احنا كل ماتش بنلعبه ارقامنا بتتحسن، يعني طبعا اول ماتش مش بيبقى زي اخر ماتش، الارقام بتتحسن مع الاكسبيرينس. بيبقى في رانكس لكل لاعب فعلا، لكل واحد انت فين، انت تعرف انت في العالم كله انت فين. اوكي. طبعا الفتره الاخيره اكيد يمكن اخر سنه ونص بطبيعه الحال اتاثرتوا بموضوع طبعاً. كورونا طبعا مش كده؟ لكن غير كده يعني قبل مرحله كورونا كان بيبقى في مثلا معسكرات دوليه، انا بتكلم على فكره الاحتكاك بالخارج او المشاركه في بطولات حتى لو كانت وديه. بس مع ناس من دول تانية، مدارس رياضيه مختلفه. ده كان حاصل قبل الكورونا؟ الحمد لله قبل الكورونا طبعا لعبت بطوله العرب، اتلعبت في مصر هنا. اوكي. وكان في بطوله افريقيا للجامعات، يعني انا طول السنين الاربع سنين بتوع الجامعه الحمد لله كنت دايما بعمل ذهب او فضه. هايل ما شاء الله. بطوله العرب طبعا كان برده احتكاك، كانت اول مشاركه دوليه ليا، وكانت الحمد لله عملت مركز رابع، فكانت جميلة جدا. والواحد فعلا لما بيشوف الاحتكاك مع الناس اللي حواليه وكده، لا بيعرف هو فين حتى، او عايز اشتغل على ايه، عايز اركز فين، فالملتقيات دي بتبقى حلوة. حتى دلوقتي في دلوقتي كذا ملتقى بيتعمل، مش مجرد ان هو ان احنا نكمبيت، لا احنا الملتقيات بتتعمل اكتر، كل ما اشتغلنا اكتر كل ما بنحسن من رقمنا. اوكي. فده برده حاجه لذيذه جدا. لعبتوا ضد بعض قبل كده في اي مسابقه ولا ما صفتش؟ من يومين ضد بعض. فعلا مره ولا اكتر؟ هي كانت اول مره. هي اول مره كانت ليا البطوله اللي من يومين دي. اوكي. ده لسه مؤخرا يعني. ده في الوثب الطويل طبعا، ده في القائد القسم المشترك. مين فيكم اللي فاز على الثانيه؟ ريم الله اكبر. والله ما شاء الله. بس هي راجعه من اصابه وكده، فهي كتر خيرها في اللي هي عملته بصراحه. اوكي. عملت معاكي اي بونت بعد ما فزتي عليها ولا مش حاجه؟ بالعكس، يعني ده انا اللي كنت نوعا ما قلقانه، لان انا يعتبر يعني انا الاخت الاصغر، فان انا فالموضوع فيه برضو ناحيه توتر، ان انا ابقى بنزل بلعب مع اختي الكبيره اللي هو اكتر حد انا بحترمه في الدنيا، فان انا انزل العب ضدها وان انا اشوفها يعني كمنافس وكده، فالموضوع كان صعب بالنسبه لي. فبالعكس هي اللي كانت واقفه جنبي، هي اللي قعدت تقول لي، كنت كل ما نط ارقام اعلى كانت تيجي وتشجعني وتبقى مبسوطه بيا جدا. فلا يعني التوتر كان من ناحيتي، بس هي اللي كانت مشجعاني اكتر. اصيله يا رانيا، اصيله. اختها الكبيره. اختها الكبيره. اصعب ماتش انت بتقوله كلمه ماتش، كلمه ماتش بتتقال على النوع ده من الرياضات كمان؟
هو ماتش وفي المود وبيبقى كل واحد مركز جدا واللي هو ما حدش يكلمني وكل واحد ليه. اصعب ماتش عدى عليك انت شخصيا كان امتى وكان مع مين ومين المنافسين فيه؟ اصعب ماتش عدى عليا كانت كان بطوله العرب. أوكي. كان بطوله العرب لان كان في انا حصل لي اصابه كانت مره يعني جالي قطع في الغضروف فقعدت 3 شهور ان انا بتعالج. انا عنيده جدا اللي هو لا انا مش عارفه اشتغل تحت خلاص نشتغل فوق يعني مش هقعد اريح لا اللي هو لا طب نظبط ايه هنا فعشان كده ربنا بيكرم يعني طبعا. فانا كنت اللي هو لا انا خلصت وعايزه العب وفي نفس الوقت عايزه انط رقم بس كانت الحمد لله يعني كان ربنا يعني شايل التوفيق طبعا في حاجات تانية بس ده كان اصعب ماتش لان هو حد عارف ان انا لا انا عندي كمان بس يعني التوفيق ربنا كانت في حاجات تانية يعني ونعم بالله. وانت بالنسبه لك اصعب ماتش كان ايه؟ كان انهي ماتش؟ كان ممكن هو الماتش اللي فات بتاع الدرجه الاولى. هي الدرجه الاولى هي اكبر مرحله عامه في العاب القوه ان انا ابقى بنزل بلعب يعني ابقى انا بنزل بلعب في نفس الماتش مثلا مع اسراء سمير اللي هي صاحبه رقم يعني مصر اساسا ان انا ابقى بنزل بلعب مع اختي يعني احنا كنا نازلين اعداد كتيره جدا الارقام كلها قريبه حرفيا يعني احنا بنفرق مع بعض في الصمت بالظبط. فلا يعني الماتش فيها بصراحه كان من اقوى الماتشات اللي انا لعبتها يعني جزئيه يعني الوزن الثلاثي بصفه خاصه حتى كنت بدردش معاكم قبل الهوا في التفصيله دي الاخر المرحله الاخيره بقى اللي هي قبل الالتقاء اللي هو الثلاث خطوات دول بشوفها صعبه جدا ولا هي بس تبدو كده للي مش بيمارس الرياضه؟ لا هي عامه اللي بيمارس او اللي مش بيمارس فهي صعبه لان هي محتاجه تركيز في كل جزء فيها. كل حاجه انت بتعملها بتفرق ايدك بتتحرك ازاي رجلك ازاي حاطط رجلك على الارض كل ده طبعا بتهيألي في الاخر انت بتتحسب المسافه من ابعد من اول نقطه من مكان القبض مش كده برضه يعني اقرا لو وقعتي مثلا على ايديك يعني لو الرجلين قدام بس الايد ورا بتتحسب المسافه لغايه من الايد بالظبط. اوكي طيب الفكره ان يعني الاحتراف هل هي موجوده في الرياضه دي ولا مفيش كده؟ يعني فكره ان انت ممكن تبقي محترفه لاعبه محترفه وتلعبي مثلا باسم فرق اجنبيه في كده ولا مش زي كره القدم؟ ولا بتبقى ليها علاقه بالتجنيس يعني حسب هي غالبا هي غالبا بس طبعا يعني حتى لو في اوبشن كده فهو هنا يعني اوكي بطبيعه الحال بس لا كان يعني بعيدا عن التجنيس انا كان قصدي فكره الاحتراف موجود. عموما بتبقى موجود وعندنا محترفات مصريات بيلعبوا في الخارج ولا مفيش؟ للاسف ما عنديش اي فكره بس ما اعتقدش يعني ان لو في كنتوا هتعرفوا اكيد لا لان اغلب اللي نعرفهم حتى الناس اللي بتبقى موجوده هنا بيبقوا كلهم صحابنا يعني فاحنا عارفينهم. اوكي طب انا عايز اسالك انت يا رانيا لان انت يمكن يعني اقرب كمرحله عمريه للسؤال ده. أوكي. نفترض بكره بعد الظهر خبط على بابكم عريس حلو الكلام وانا رايد بنتكم والدنيا تمام بس شرطه الوحيد ان انت مش هتلعبي رياضه ما عنديش حاجه اسمها تلعبي رياضه وتروحي وتسافري واصل في معسكر اصل مسافره اسبوعين بطوله الكذا يعني هل ده ممكن يبقى مشكله بالنسبه لك؟ هو مش مشكله بس هو طبعا في حاجات يعني كلنا عارفين في حاجات ات سام بوينت احنا هنبطلها يعني انا مش هفضل طول عمري هلعب رياضه بس طول ما مش يعني هو احنا لينا سن معين خلاص بعد كده يعني تبدا بقى الناس الاصغر تطلع يعني مثلا بعد ال 30 او فخلاص بقى تبدا اوكي هو سن الازدهار في اللعبه دي من اول مثلا ال 24 لحد 28 اوكي ف بس لا الصراحه يعني ما اعتقدش ان حاجه ليه لان انا كده لاحظوا وبعديها قلبت الكلام في دماغي في جولز يعني انا مش بلعب ان انا بتسلى انا بلعب انا عندي هدف عايز اعمله وعندي تارجت عايز اعمله فاتليست ان انا لما حد يعمل كده يحترم ان انا عندي ده زي ما انا احترم ان اي حد طبعا عنده اي حاجه لان دي حريته هو الشخصيه هو اللي متحكم في حياته في الاول وفي الاخر انا مش هاجي مثلا بعد 11 سنه بلعب عشان اعمل حاجه او عشان احط لنفسي رقم طبعا على عيني وعلى راسي يعني اكيد يعني هتقبل بس يبقى في مجال للنقاش اللي هو لا هي مش في يوم وليله يعني هتقول لي بطل انا حاجه احنا كل يوم تقريبا احنا كل يوم في التراك يعني احنا يعني 6 ايام في الاسبوع 4 ساعات في اليوم او 5 ساعات احنا هناك فحياتنا حرفيا في التراك. اوكي فحاجه كبيره قوي وجزء كبير جدا من حياتنا حتى احنا الاثنين والله لو العريس جه طلع من ارباب التراك يبقى العمليه في بيتها سهلة. وبيقدر الرياضه ومش هيبقى عنده مشكله في النوع ده من الامور برضو كنا بنتكلم من شويه على فكره ان بعيدا عن المنافسات بشكلها التقليدي بطولات مختلفه بيبقى في دايما رانكينجز وفي ارقام بتحدد الترتيب على مستوى العالم. طب انا عايز اسالكم على فكره ايه الرقم اللي لازم تكسريه عشان تبقي مؤهله للمشاركه في الدورات الاولمبيه المقبله؟
هو مش رقم لازم اكسره، هو على حسب الرانكس يعني، ممكن تلاقي حد الثاني او الثالث بينهم سنتي او هما نفس المسافه بس فرق بقى محاولات، مش هو رانك معين، كل موسم بيفرق عن الثاني. بس طبعا بطولات زي الاولمبيات، اي بطوله عالم، بطوله عربي، بقى ليها رقم تاهيلي. اوكي، برضو الموضوع يعني الى حد ما معقد برضو، مش فكره ان انت بتنزلي تلعبي ماتش وخلاص، لا ده انت لازم كمان تبقي محافظه على رانك معين، على تصنيف ترتيب معين على مستوى العالم. هل في لاعبات سواء مصريات، احنا قلنا اسم لعيبه مصريه وقلت ان هي اللي مهيمنه على العاب القوه في مصر، على الصعيد العالمي مين اشهر اللاعبات في الرياضه دي بتبقوا دايما حريصين على ان انتوا تتابعوهم وتشوفوا فيديوهات ليهم وعجبكم الستايل بتاعهم؟ في لا اكتر ناس مشهوره يعني، انا شخصيا في لاعبه اسمها ايفانا سبانوفيتش، هي مصادره روسيه ولا اوكرانيه او سيبيريا تقريبا. امريكا طبعا فيها ناس جميله جدا، تتفرج على الفيديوز تحاول تفهم ايه الفكره في ان امريكا دايما من قديم الازل على صعيد السيدات والرجال وفي كل انواع العاب القوى المختلفه في شبه سيطره يعني دايما، ما عدا طبعا يعني ايه شويه استثناءات حصلت من جنوب افريقيا يعني في ساعات، بس العادي ان هم مسيطرين بالذات على الرياضات اللي فيها السرعه يعني اي قصدي حضرتك زي ال 100 ال 200 الحاجات مثلاً دي مثلا يعني دايما امريكا مميزه قوي في الحكايه دي. اشمعنى؟ هل ليه علاقه بالجينات عندهم التكوين العضلي؟ والله بكلمك جد في اهتمام، وبعدين هم لما بياخدوا اللعيبه من هناك هو الاهتمام من الاول والاخر ان هي دي بتاعتك، انت ما وراكش حاجه غير هنا. اهتمام بقى، انت معسكرك، اكلك معاك، الكوتش بتاعك معاك، مش كوتش واحد، في فريق عمل كامل. طبعاً كله مكرس لخدمه لاعب واحد. أوكي. فاحنا ما عندناش بقى ده، احنا مش ما عندناش ده، احنا مثلا تلاقي عندنا مدربين يعني، احنا المدربين بتاعنا دلوقتي كابتن هيثم وكابتن نشوى، هم قايمين بكل الادوار دي، في الاكل تظبطي ازاي، تتمرني ازاي، نفسيا انا معاك، لو دكتور طب تعالي نروح مش عارف للدكتور. يعني انا ساعه الاصابه اللي جات لي دي، انا يومها بالليل كانوا هما الاثنين بصراحه معايا عند الدكتور، فهم في لود حتى على الكوتشز ان هم بيقوموا بكل الادوار. غير بره طبعا لما تلاقي متوفر لك كل الامكانيات، المكان، معسكرات في اي وقت، اللقاءات في اي وقت، عايز تلعب ملتقى في اي وقت تعالى اتفضل. فكل ده طبعا متوفر، وكل ده طبعا بيفرق مع كل الناس اكيد. هل عندنا هنا برضه يعني، خلينا نقف عند مصر، هل في نواقص معينه لو اكتملت الصوره العامه هتختلف 180 درجه؟ عدد الابطال والبطلات المصريين والمصريات هيختلف لو راعينا امور معينه؟ هي بدات الدنيا مثلا من بعد الكورونا او من ساعه الكورونا بدات الدنيا تبان، لان من الكورونا بان مين عايز يكمل ومين مش عايز يكمل. ساعة الكورونا احنا كنا بننزل نجري، بنشد بعض، تعالي نتمرن، مش عارفه ايه، لا ايران، طب احنا كل الناس ساعة الكورونا كانت اللي هو ما خلاص احنا مش عارفين فين اخرنا، مش عارفين طبعا نطلع فين. فكنا بنشد بعض دايما، وبانت بقى من وقتها ان لا ده في رياضه، في ناس فعلا مهتمه ان هي عايزه توصل لحته. لما بدات ناس من العاب القوى بالذات ان هم يطلعوا، بدا يبقى في سبوت لايت على اللعبه كلها، اللي هو لا احنا في عندنا ناس هنا فاحنا عايزين نركز في النقطه دي. ومن هنا بدات حتى الملتقيات الكتير تطلع. احنا الملتقيات دي احنا اول سنه نعمل ملتقيات، تقريبا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع في ملتقى. ده بيساعد ان كل واحد يحسن رقمه، بيساعد ان الرانكينج عنده يعلى، يتاهل لبطولات اكتر. احنا في خلال الماتش اللي فات في تقريبا حوالي 4 أو 5 لعيبه متاهلين لبطوله العالم، واللي متاهل عربي، اللي متاهل افريقيا، من كتر ملتقيات واللعب. فهي لا دلوقتي بدات الناس تستوعب اكتر، بدا التركيز يبقى اكتر، بدات الفكره نبص لبره، ايه طب ونعمل زيهم، ناخد نفس الفكره، وبدات والحاجه بتتنفذ بشكل كويس جدا وحلو جدا، بتشجع الواحد ان هو يكمل تمرين، اللي ان هو طبعاً. لا موجوده، فانا لا انا خلاص يعني 100% انا موجود في اللعبه دي، وانا عايز اوصل للي انا عايزه، لان في حاجات بدات تساعد معانا. ان شاء الله انتوا الاثنين توصلوا لاكثر بكتير من اللي انتوا عايزينه باذن الله، والبدايه يعني مبشره وواعده، وبتقول ان احنا فعلا قاعدين قدام بطلتين من بطلات النادي الاهلي، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله المزيد من النجاحات، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل معاكم بقيه فقراتنا. اتفضل. مره ثانيه كل سنه وكلنا بخير يا رب. وزي ما احنا عارفين بكره اول يوم رمضان بقى، واكيد احنا متلخبطين اول كام يوم، بنبقى مش عارفين نصوم ازاي بشكل يعني سليم، ما نحسش ان احنا تعبانين، ما نحسش ان احنا عطشانين، ودي مهمه جدا فكره العطش كمان. وكمان لما نفطر ايه الفطار اللي المفروض نبدا بيه، يعني هل العصير، هل التمر، عايزين نفهم اكتر، وازاي نخرج بعد كده
من رمضان مش تخنانين، دي بقى مهمه جدا. كمان خلينا نرحب بضيفتنا الجميله جدا دكتوره رضوى نبيل، اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل عليكم، كل سنه وانت طيبه ورمضان طيب. كريم عليكي وعلى اهل بيتك، وميرسي جدا على المكسرات الجميله اللي انت هديتينا بيها. يعني كل الذوق يا جماعه، الناس الذوق والله بجد. هي دكتور رضوى جات لنا وجايبه لنا انا وكريم كل واحد مكسرات. دي بقى فكرت فيها، قالت لنا قبل الهواء ان هي كانت عايزه تجيب لنا يعني كادو صغير وما يتخنش، فالمكسرات عادي ناكلها بقى. كنت جبتيه تخن، كنت جبتيه تخن. ربنا ينفخ بصورتي على ايديك يا دكتور ان شاء الله. المكسرات عادي ما فيهاش مشكله، صح كده؟ شوفي، تخيلي ان في اشاعه او يعني اقاويل غلط على المكسرات اللي هي بتخن، بس انت لو اخذتي حفنه اليد اللي هي كبشه، وكل واحد حسب ايده، وكل واحد على حسب احتياجه، وايده فعلا بتبقى مؤشر لاحتياجه، هتبقى فيها 100 سعر بس فيها 4 جرام بروتين. وهنتكلم ان البروتين ده مهم قوي في رمضان، لو مش هنركز على اي حاجه نركز على البروتين والميه والحركه في رمضان، المثلث الرائع اللي بنقول عليه. وبعدين في فيتامين اي، في اوميجا 3 اللي احنا ما بناخدهاش كتير، في برضو احماض امينيه محترمه. فالمكسرات كويسه قوي، وبعدين لما تاخدي كل نوع تاخدي الفايده بتاعت كل واحد، فالتنوع برضو مهم. احنا النهارده عندنا ملفات مهمه جدا نتكلم مع حضرتك عليها. انت عارفه رمضان برضو ايه، في ناس بتتكعبل في امور بعينها، وانا هستاذنكم ان انا كنت بتكلم مع نهواند من شويه، بقولها ان انا دايما عندي عطل ما متعلق بالمية في رمضان. أنا من الناس اللي عندها الموجوس بتاع أن قبل ما الفجر جدا أشرب لي قسط مية قد كده، وطبعا ما بنامش بعد منها. أوكي. كل شوية طبعا حمام وكذا، فهي فكرة أن الواحد يخزن مية قبل ما الفجر يأذن، الفكرة دي صح ولا غلط ولا إيه؟ خلينا أفهمها للناس بطريقة بسيطة. إحنا لما بناخد مية بكمية كبيرة بنقلل التركيز بتاع الدم، وبالتالي جسمنا على طول بيحاول يضر الميه دي ويحاول ينقص كميه الميه عشان ما يبقاش تركيز الدم قليل. اوكي، واخده بالك؟ فتلاقي ان انت على طول داخله الحمام بعد ما شربتي ميه، وبالتالي انا لازم كل ساعه من التسع ساعات بتوع الفطار اخد كوبايه ميه، بحيث اللي في التوتال اخد 9 كوبايات ميه. في برضو مشروب رائع بيخزن الميه جوه جسمنا اللي هو العرقسوس. العرقسوس مهم قوي للناس اللي ما عندهاش امراض قلب او امراض في امراض الدم او ضغط، لان هو بيخزن ميه. فممنوع لامراض الضغط، لكن مسموح جدا للناس العاديه اللي عايزه تخزن ميه جوه جسمها. برضو في تريك برضو ممكن نعملها كويس قوي، اللي احنا نروح للحاجات اللي فيها الاكلات اللي فيها ميه. يعني دلوقتي الشمام مال السوق، البطيخ هيطلع كمان شويه، فاحنا ممكن ناخد 2 سناكس، السناك الحلويات الشرقيه بتاعت رمضان اللي احنا مش هنمنعها، وهناخد فاكهه مليانه ميه عشان نعوض. ابتدى كلامك يعجب نهوان. فكره مش هنمنعها، بصي اشرقت ازاي بعد الجمله دي. احنا ممنوع اصل بصي احنا لينا عادات ممكن نغير فيها شويه. بمعنى ايه؟ يعني القطايف، الكنافه، العيش السراي، كل الكلام ده حلو جدا، بس حلو كمان ان انا اخده في التوقيت الصح. اللي يعني هو ايه بقى؟ اللي هو بعد الوجبه بتاعه الفطار على طول، اللي هي بعد وجبه المغرب. اوكي. ليه؟ يعني بيحلي بيها بعد الفطار مباشره. بعد الفطار مباشره لانها مليانه سكر. أوكي. طيب انا امنع تاثير السكر السلبي ده على جسمي باللي انا ادخله مع الوجبه اللي كان فيها بروتين، اللي كان فيها الياف. يعني ناكل ونحلي. ناكل ونحلي. تروحي تصلي التراويح ترجعي ما تلاقيهاش. طبعا. يعني دي تريك. التريك التانية اللي أنا مش لازم كل يوم أخد كمية كبيرة، ممكن يوم أخد الكمية اللي أنا عايزاها ويوم تاني أخد قطايف مرة أو يعني واحدة أو اتنين. أوكي. واخد بال حضرتك؟ وبرضو في حلويات تانية احنا مش واخدين بالها منها. القرع العسل حتى لو حطيت عليها بشاميل، بس القرع العسل مليان فيتامين إي ومليان فيتامين سي. كلام يبص بقى، يعني احنا يا زين ما اخترنا معانا الفقره دي. ونضيف المكسرات بقى دي يعني بقى في الاخر خالص، ودي تتحط على وش اي حاجه. أوكي. حلوه. لكن حضرتك ماليه ايدك يا دكتوره ان بعد اللي احنا بنتكلم فيه ده مش هندخل بعد رمضان؟ شوف، ما هو لو بكلم على واحده وزنها 50 كيلو غير لما بكلم على واحده وزنها 100 او 90 كيلو. أوكي. كل واحد دي احتياجاته، بس عايزه اقول لك ان احنا في الاخر ممكن نكتب كل الرغبات بتاعتنا وناكلها،
وفي نفس الوقت ما نتخنش، ممكن كمان نخس. هي الفكرة كلها إن رمضان يعني كل الناس فاكرة اللي هي داخلة رمضان هتخس. رمضان لو أنت ما خدتش بالك من أكلك مش هيعمل حاجة في وزنك، مش هيخسسك، لكن هيعمل بقى إيه؟ رمضان بينقي أو بيفلتر الخلايا البايظة، وسبحان الله يعني في الصيام المتقطع العادي اللي احنا كدكاترة بنقوله، بنقول للعيان صوم وانت نايم، أوكي؟ لكن في صيام رمضان بنصوم واحنا صاحيين. طبعا مين الأحسن؟ وانا نايم الحقيقة، واحنا نايمين يعني الدنيا بس تخيلي بقى على جسمك وانت صاحي أحسن ليه؟ انت لما تيجي تعتبري الخلايا دي عمال، أوكي؟ انت هتفلتري مين العامل التعبان ومين العامل النشيط لما تشغليهم. لكن لو انت نايمة انت مش عارفة مين النشيط ومين المتهالك. فجسمنا بينقي الخلايا المتهالكة ان مش قادرة تساعد على الحرق ومش قادرة تشتغل بشكل كويس وقت الصيام. سبحان الله، واخد بال حضرتك؟ فيعني كمان يعني بنعمل فلترة مش مش عايز صعب الدنيا، بس الصبغة الوراثية، الصبغات الوراثية اللي هي مسؤولة عن السرطانات بنعمل لها فلتر. بيعمل حاجة اسمها هوم ستيزس، يعني هوميوستيزس ده يعني استقرار داخلي، بيعمل استقرار داخلي في مضادات الأكسدة، بيزود مضادات الأكسدة. فيقول لك احنا بنشيل السموم، ما هو بتشيل السموم عشان انت بتزود مضادات الأكسدة اللي بتقيك ان شاء الله من الكورونا. أوكي. بيعمل استقرار داخلي في مستوى الدهون، في مستوى البروتين، في مستوى النشويات. وطبعا الطفرة دلوقتي الانسولين بيقلل مقاومة الانسولين جدا. يعني لما عيانة تيجي تقولي انا مش عارفة اخس، انا بقالي حوالي سنتين مش عارفة اخس، بقول لها على طول روحي اعملي صيام متقطع. لان زي ما بقول لك الجسم بيفلتر الخلايا المتهالكة اللي مش عارفة تحرق وتزود الخلايا اللي شغالة كويس. طيب ده برضو زي يعني ممكن ينزل منشات كده او ينزل خبر او تصريح مهم ان الصيام المتقطع افضل وسيله او اسرع وسيله لفقدان الوزن، ده عشان بس لو ننزلها برضو يا جماعه. طيب بالنسبه بقى دلوقتي رمضان بدا، انا على السفره، وطبعا ما فيش حد بيعمل سفره دايت، خلينا نبقى صراحه، ما فيش، كل حاجه موجوده، السلطات لغايه بقى البشاميل والكلام ده. انا دلوقتي شخص عايز اكل واكون شبعت، صح، و ما كلش على الفاضي، ان احنا اوقات كتير، صح، في رمضان بناكل يعني على الفاضي، صح، حتى لما بنشبع. ابدا بايه؟ العصاير سمعنا ان هي بالعكس العصاير مضره، يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. نمشي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر، هنم بالظبط، هنفطر على تمر وعلى نص كوبايه لبن لو انت عايزه تخسي، لو انت عايزه تزيدي 7 تمرات وكوبايه لبن، تمام، ولو انت عايزه تثبتي 3 تمرات ونص كوبايه لبن. أوكي. حلو كده، حلو. هنروح نصلي، هنرجع نبتدي بطبق الشوربه. طب ليه التسلسل ده؟ التمر مليان سكر، مليان معادن ان انا فقدتها وانا صايم، مليان الياف، فما تبقاش السكر ده داخل وداخل بشكل سلبي. اللبن، اللبن فيه احماض امينيه اللي هو البروتين الحيواني اللي جسمي ما بيعرفش يصنعه، مليان كالسيوم، مليان ايودين بتاع الغده الدرقيه، مليان مغنيسيوم، مليان بوتاسيوم اللي هي المعادن برضو اللي انا فقدتها، واخد بال حضرتك؟ وبعدين اخش على طبق الشوربه. بس ده لوحدها وجبه، يعني في ناس اللي هي بتشعر بالامتلاء بسرعه، صح، هيشبعوا اصلا من 7 تمرات وكوبايه لبن. شوف انت حضرتك في السعوديه، انا كده، انا من الناس دي، انا يعني ممكن اكل اطمه من اي حاجه تلاقيني حاسس ان انا يا ده انا اكلت كتير وانا ما اكلتش كتير ولا حاجه. الناس اللي بتعاني من حكايه اللي هي بتاكل وجبات صغيره فتشبع، يبقى لازم نزود عدد الوجبات، يعني دولت لازم ياكلوا ما قل ودل. ده اللي يعني تبقى عالية مش بس في السعرات، يعني تبقى في القيمة الغذائية. وبالتالي أنا لازم أحط لهم مكسرات كتير، فواكه مجففة كتير لأنها حجمها صغير والقيمة الغذائية بتاعتها كبيرة. لازم أزود لها، لو هم بيعانوا من النحافة أزود لها سمنة بلدي مش زيت. أوكي. خلينا نبعد عن الأكل عموما، زيت زيتون أوكي، لكن مش زيت نباتي. أوكي. يعني بعيده خالص عن الزيت الذره، لان زيت الذره مليان بحاجه اسمها اوميجا 6 اللي احنا بناخده في كل المقليات، فكده كده احنا بناخده. الشوربه مليانه فيتامينز وبتشبعنا لو احنا عايزين نخس، ولو احنا يعني مش عايزين نخس بالعكس ده احنا عايزين نزيد، يبقى احذف طبق الشوربه وخد الخضار بس. اوكي اوكي. وبعد كده بناخد المين ميل او المين ديش،
المين دش ده لازم يبقى فيه بروتين بحسب احتياجك. يعني انا لو وزني 100 كيلو يبقى انا لازم اخد 100 جرام بروتين كل يوم. طب 100 جرام دول اخدهم من ايه؟ قطعه الفراخ اللي قد كف ايدي ب 25 جرام. يبقى انا لو اخدت قطعتين فراخ اخدت 50 جرام من ال 100. اوكي. واخد في السحور ال 50 التانيين. ال 50 التانيين وممكن كمان اخد في السحور 40 وفي السناك 10. أوكي. يبقى انا كده عملت حاجه كويسه قوي. ما زودتش قوي البروتين في وجبه واحده عشان ازود الامتصاص. السلطه، السلطه مهمه جدا. ليه؟ انت مش عايزه اخرج من رمضان احس بامساك. ف 90% من الناس اللي بتاخد سلطه بتعالج الامساك. يجي لنا بس 10% من عيانينا يقول لي انا باخد الياف كتيره جدا في السلطه. اقول له قلل الالياف دي. لان مش دايما الريسبوند بتاعك او رد الفعل. رد الفعل بتاعك للاكل زي غيرك. يعني بيبقى لازم اخد تاريخ مرضي منه كويس قوي. بعد السلطه والبروتين اخد رز، الرز البسماتي احسن من الرز الابيض. خمس معالق رز بسماتي قد 3 معالق رز ابيض في السعرات. اوكي. اخد عيش بلدي، اروح للبطاطس مش البطاطس المحمره. بالنسبه للسمبوسك والكوبيبه اللي هي ثوابت دول ده الاكيد هناخد. بس شوف انت زي ما هي قالت كلمه حلوه قوي، ما بتاكلش اكل فاضي. المقليات للاسف والمشروبات والحلويات هم دول اللي بيدخنونا، فاحنا ناكلهم بس بكميه باعتدال. يعني باعتدال بالظبط كده. يتفضل لي الحلويات بعد الاكل مباشره، ده امد ايدي واخد الحلويات، هتلاقي نفسك انت بتاخدش اكتر من حته قد كده. يبقى انت ما منعتش نفسك، ما عندكش رغبه خلاص اللي هي الشراهه للي انت تاخد حلويات. في نفس الوقت اكلت كل اللي انت عايزه، هتروح تصلي التراويح وترجع يا ريت ناخد فاكهه فيها ميه، لان طول الفتره دي احنا ما بنشربش ميه. واخد بال حضرتك؟ في بقى ناس بتبقى عايزه تو سناكس لو ست حامل وهتصوم. صحيح هي مرخص ليها يعني 100% اللي هي تفطر، بس خدي بالك انت لازم تزودي السعرات بتاعتك اكتر من اي انسان عادي 30%. فيبقى هتاخدي سناك تانيه، والسناك التانيه دي ما تبقاش سعرات وخلاص، يبقى فيها قيمه غذائيه كويسه زي المكسرات زي ما قلنا، زي الفاكهه، زي ممكن تاخد فواكه مجففه زي الخشاف. الخشاف ده يعني بيعالج القرحه، ملين كويس قوي، بيجهز كده الجهاز الهضمي للامتلاء بالاكل اللي هناخده طول التسع ساعات بتوع الفطار. واخيرا السحور. لا نستنى السحور بقى أوكي. بعد الفاصل. اوكي. طيب احنا هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل زي ما دكتور رضا بتكلم. لسه عندنا السحور، هنعرف بالظبط ايه الاكل المثالي ان احنا نقدر ناكله وما نتعبش تاني يوم او ما نجوعش ما نعطش. وفي نفس الوقت عايزين برضو نروح معاها ليه فكره ان المشروبات بقى اللي بتخسس، لان في حاجات بتتشرب بتحرق دهون، فدي تبقى مفيده جدا لو شربناها من بعد الفطار لغايه مثلا السحور، ممكن تساعد على يعني تعويض بقى اللي حصل على الفطار. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الدكتوره رضوى نبيل اللي الحقيقه مشكوره فطرتنا وخلتنا نحلي، بس لسه ما سحرتناش. وقفنا عند نقطه السحور والسحور الامثل، وخصوصا بقى ان احنا النهارده كل سنه وانت طيبه اول سحور بقى نتسحر ايه عشان ننام شبعانين وما نصحاش عطشانين ولا جعانين. خلينا نتكلم ان في ناس تيجي تقول لي طب ما انا ممكن ادام انت بتقولي البروتين مهم اتسحر فراخ، حتى لو صدور فراخ يا دكتوره. ليه دايما بنروح ناحيه البقوليات اللي هو طبعا الكينج بتاعهم، الفول والعدس البني؟ اشمعنى بيملوا المعده تقريبا؟ ده اللي انا كنت سمعته قبل كده صح. اوكي. وبيدينا طاقه لمده طويله، بس احنا برده مش واخدين بالنا اللي هي ما فيهاش دهون مشبعه. يعني اي لحوم حيوانيه هيبقى فيها ساتوريتد فاتس او دهون مشبعه. حلو. هيبقى فيها كوليسترول. اه. فاحنا ناخدها على الفطار بس ما ناخدهاش كمان تاني على السحور. زي ما حضرتك بتقولي البقوليات بتشبع. ليه؟ الالياف اللي فيها عاليه. كمان المعادن اللي فيها كويسه جدا. يعني الفول ده مليان حديد، الحديد بتاعه وحش عشان ما بيمتصش زي الحديد بتاع المصدر الحيواني. تمام. بس في حديد لو احنا كمان حطينا ليمون على الفول ده يزود قوي امتصاص الحديد. يعني الفول مستحب على السحور؟ انا تخيلتك هتقولي لا. لا الفول مستحب جدا تاني. ليه؟ أوكي. عشان ما فيهوش دهون مشبعه، عشان ما فيهوش كوليسترول، غني بالالياف، غني بالاحماض الامينيه اللي هي البروتين اللي انا بصنعها بس مليان فيه بروتين، وفي
في نشويات معقده تديني طاقه لتاني يوم. أوكي. بس اضيف عليه رشه فيتامين سي من الليمون عشان امتص المعادن احسن. حلو. هاخد جنبه ايه؟ هاخد جنبه سواء جبنه بيضه او شرايح الجبنه الشيدر او الجوده، ما بنمنعش حاجه، بس بنقول دايما للعيان ان كل ما الجبنه يبقى لونها ناحيه الابيض افضل يعني. افضل ناخد جنبها. اشمعنى اللي ناحيه الصفار دايما عاليه الدهن. اوكي. ولو احنا جينا على الجبنه الرومي يبقى هتعطشنا تاني يوم لانها مليانه ملح. نيجي ناحيه النشويات اللي هو زي العيش، اخد عيش ايه؟ ينفع اخد عيش شامي، عيش فينو مش مستحب بس لو مفيش حاجه غيرها اوكي. طب عيش بلدي ولا توست؟ بصي لو احنا بنتكلم على الكالوريز، التوست البني هو ربع رغيف بلدي، بس الربع رغيف بلدي مليان قيمه غذائيه احسن. واصلا ايه اللي هيجيب التوست في وسط الفول والطعميه والبتنجان وجوده غريب على السفره؟ تحس بالنسبه للناس اللي عايزه تخس مش كل حاجه تغميز. يعني قطعي العيش قدامك قبل ما تبتدي الاكل، لان احنا واحنا بنغمز بناخد العيش ده بدل المعلقه. اوكي. فمندخل ممكن يخش على 2 رغيف و3 رغيف بلدي وانت مش واخده بالك. البطاطس البيوريه، البطاطس البيوريه تدينا شبع رهيب، من اكتر الحاجات اللي بتشبع البطاطس البيوريه، وبعدين اللحوم وبعدين المكسرات، الثلاثه دول بيشبعوا قوي. اوكي. ما ننساش ابدا اللي ممكن ناخد مشروبات زي ما انت قلتي تشبعنا وتدينا ميه زي العرقسوس. الكركديه على الفطار، بس عايزه انوه لحاجه. الكركديه ما ينفعش يتشال ويتحط بدل الدواء الضغط. هو بيقلل الضغط لانه مضر للبول وبيشتغل زي الادويه، بس بيشتغل زي، ما ينفعش كبدل. الخروب، الدوم، كل حاجه من دي فيها مضادات الاكسده. قمر الدين فين من الكلام ده؟ قمر الدين كويس ان حد اتجاهل حاجات كويسه برضه. ده انا قاعد مستنيه انا عشان تخيل بقى القمر الدين ده بدون سكر الكوبايه 60 سعر فقط. اوكي. لو ضفت له سكر ممكن يوصل ل 160 و180 سعر. طب ما ناكل ال 180 دول بدل ما اشربهم. انا مع يعني انا مع انصار الناس دي او الفكر ده. لان انت حريصه قوي ان انت ما تاخديش كالوريز كتير. انا عندي اكلهم احسن. ده صح. يعني شوفي الحاجه السائله دايما ايه ما بتديش يعني الشبع اللي انا عايزاه. يعني. الاحساس الشبع زي الحاجه الصلبه. الفطير وضعنا ايه مع العسل؟ الفطير بصي هو مشكله الفطير لو معمول بالسمنه البلدي تحسيها بتستطعم والله العظيم، وهي بتسالك السؤال بتعمل لك بايديها كده. والله انا بحب الفطير مزاجت ليا هي في الاكل جدا. هتاخديه كم مره؟ كل يوم؟ لا والله مش كل يوم، يعني في الاسبوع مره. طب بس خلاص مسموح. وفي رمضان؟ في رمضان مسموح، بس خدي بالك برضو لو هو معمول بسمنه تقيله قوي دي هتعطش، مش بس هتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي لكن ممكن تعطش. أوكي. فممكن ناخد قطعة صغيرة أو حتى قطعتين صغيرة عشان بناخدها مرة في الأسبوع، بس زي ما بقولك مفيش حاجة ممنوعة. أوكي حلو جدا. طيب هل في مفاهيم معينة شائعة وهي غلط؟ يعني هل إحنا في موروثنا فيما يتعلق بالتعامل مع الفطار والسحور هل في غلطات ثابتة عبر الزمان تحبي تصححيها دلوقتي؟ رياضة قبل ولا بعد؟ أيوة الفطار. قبل ولا مثلاً. بعد ما فرقتش، طلعت اللي هو ما فرقش. المهم لو انت عايز تخس هتقلل السعرات اللي بتاخدها في اليوم. انت بقى على حسب يومك، انت عايز تلعب رياضة اللي هي الساعة اللي قبل الفطار اوكي، بس هل دي بتخسس اكتر من الرياضة اللي بعد؟ لا طلعت لا. وكمان احنا كان معانا ضيف من كام يوم قال لنا ان هي خطر قبل الفطار بشكل كبير، يعني الافضل بعد الفطار. الافضل اللي هي تبقى بعد صلاة التراويح، اللي هو بتبقي خلاص خلصتي اكل بقالك 3-4 ساعات وتهضم بالظبط. لكن برضو هرجع اقول طب ما في واحد ممكن عايز يخرج بعد الفطار بعد التراويح. ممكن يبقى رياضة قبل الفطار مثلا كارديو مشي، لكن طبعًا. مش مثلا جيم واحد يروح ينتع في اوزانه وكده. بالمناسبة دي انا عيانين او شباب كتير عايزين يخسوا دهون ويزودوا العضل. مش هينفع تعتمد بس على الكارديو، او مش هينفع تعتمد بس طبعًا على المشي. لازم في احمال، لازم يبقى في احمال طبعا، لازم يبقى في كميه بروتين على حسب انت بتعمل رياضه كام ساعه. كام يوم الاسترنس بتاع الرياضه قد ايه. طب بالنسبه بقى للرياضيين بتوع النادي بتاعنا العظيم، ايوه ده لازم المدرب يبقى عينيه عليهم 24 ساعه، لو تعب في اي وقت لازم يروح لدكتور التغذيه عشان يطلب له تحاليل معينه.
لان احنا بالذات في الفتره بتاعه الصيام دي ممكن نلاقي اللعيب ما بياكلش عدل، مش لاحق عشان التمرين بيبقى بعد الفطار، فمش لاحق ياكل، فممكن فجاه واحده تلاقيه يحصل فيه هبوط. ده حصل الفتره اللي كام سنه اللي فاتت حتى مع مجموعه من الفنانين، يعني كانت ظاهره يعني محمود عبد العليم كان اخرهم او من اواخرهم رحمه الله عليه. بالظبط. فلازم ناخد بالنا قوي ان احنا ناخد احتياجنا في التسع ساعات دول. لو اخذنا احتياجنا وعلى حسب بقى هدفنا، في ناس عايزه تخس يبقى هنقلل السعرات، ومش لازم نقلل السعرات بكميه كبيره، ممكن نقلل يوم 400 سعر ويوم تاني 500 سعر ويوم تالت 300 سعر. دايما خلي فيه اختلاف في اكلك لجسمك عشان جسمك ما يتعودش. اوكي. ومع الحركه مع الميه هتطلع خاسس. الناس اللي عايزه تزيد هنزود، هنضرب بدل ما هنضرب وزننا في 25 سعر اللي هم الناس اللي عايزه تخس، هنضرب في 35 او 40 على حسب معدل الحركه بتاعك. Okay. واخد بال حضرتك؟ فهي دايما بتبقى حسابات، يعني الوزن، وزن الشخص في 40 يساوي رقم، الرقم ده هو السعرات اللي لازم ياخدها على مدار فتره فتره التسع ساعات. okay. عشان يزيد في الوزن. وعلى العكس الناس اللي عايزه تخس، بص بتشاور عليا الناس اللي عايزه تخس. لا يا قصدي عشان عارفه الناس اللي عايزه تخس مهتمه بالملف ده. انت ما شاء الله مش محتاجه حاجه. والنبي قولي لها يا دكتور عشان الموضوع ده عايز اقول لك يعني مش قادر عامل الاستوديو هنا كله مش العماره مش. طيب انا عايزه اروح بقى لنقطه برضو مهمه، انا نسيت السؤال بقى، انت نسيت. معلش خش على اللي بعده، نورنا قاعدين قاعدين والدكتوره كلامها زي الفل والكلام بيجي. والله كان في سؤال مهم يا كريم. قلت مشروبات الحرق هو ده؟ لا كنا وقفنا عند قمر الدين. ولا عدينا مرحله قمر الدين؟ قمر الدين مليان فيتامين سي. اوكي. يعني عشان المناعه بالذات الفترة دي طبعا، بالذات الفترة دي. طب كان سؤالك ليه علاقة بالسحور ولا فقرة الفطار ولا كان خيالك رايح فين؟ كان ارتبط بالكلام اللي كنا بنقوله والله. اوكي. نعدي وهرجع. خش على اللي بعديه. الأطفال. اوكي. من سن 7 ل 10 سنين احنا بندرب. أنا افتكرته بقى. اوكي. معلش. واضح إن الصيام تأثيره من دلوقتي. لا أصل ده مهم جدا النقطة دي. الناس المريضة اللي هي مفروض ربنا يعني ربنا مديهم رخصة ان هم ما يصوموش، وانا اعرف ناس كتير ومنهم في عيلتي لا احنا هنصوم، اللي بقى لسه عامل عملية اللي بقى عنده مرض يعني يقدر ان هو يطلع حاجة هيأذي نفسه لو صام، الناس دي نقول لهم ايه علشان برضو فكرة ان انت دي حاجة بتعملها لربنا بس انك تحافظ على صحتك برضو ده ارضاء لربنا، يعني ما ربنا مش هيفرح اكيد، ومش يعني حضرتك فهماني مش هيبقى حابب ان حد يتعب نفسه او يجي على نفسه او على صحته. يعني هو بالفطرة الانسان عايز يصوم، ما كانش ربنا ذكرها في الثلاث ديانات، احنا عندنا الصيام المسيحي طبعا. في صيام انقطاعي، اليهودي بيصوم 24 صحيح. ساعة. فاللي ما عندهمش ديانة بيصوموا برضو عشان بيزود الكرياتيفيتي واليقظة. واخد بال حضرتك؟ وليه شق نفسي كمان كويس جدا بالزبط. تأثير عليه. تستغربيش اللي هم عايزين يصوموا، والله لو هم المؤشرات بتاعة تحاليلهم مظبوطة ومفيش كذا مرض مع بعضه، يعني مفيش عيان مريض كلى وضغط وسكر ومؤشراته بايظة ويقول لي أنا عايز أصوم، بيبقوا هم عارفين اللي هم مش هيقدروا يستحملوا. نفس الحكاية على النقيض، يعني مش نفس الحكاية على النقيض، تلاقي ان مثلا لو عيان سكر طيب 2 السكر بتاعه منتظم وهو عارف هو هياخد الدواء الساعة كام وهياخد يفطر ايه بعد الدواء ده، ما عنديش اي مانع ان هو يصوم. وخدي بالك الامراض بقى كتيره، يعني امراض الكبد غير امراض الكلى والسيوله واخد بال حضرتك؟ فكل واحد لازم يبقى مؤشراته عندي كطبيب وتحاليله قبل ما نخش على رمضان مظبوطه، اتفق معاه وهو يبقى مثقف هو هيعمل ايه وهياكل بكميه قد ايه، واحنا ما بنمنعش. دي نقطه في غايه الاهميه، اتمنى الناس اللي بتتابعنا يعني حضرتك طبعا اكيد زي ما دكتور رضا بتقول كلنا نفسنا نصوم ودي حاجه بتفرق معانا جدا ونستنى الشهر ده، بس حضرتك ارجوك روح اعمل او حضرتك اعملوا التحاليل اللازمه عشان بس ما تضروش نفسكم من الصيام، ودي رخصه برضو ربنا اداها لنا. فيعني دي نقطه كمان مهمة. مرضى السرطان لا يمكن انساه، الصيام يعني ممتاز لمرضى السرطان. اوكي. يعني اي نوع ابحاث كثيره جدا عملت الافكت او التاثير بتاع الصيام على مرضى السرطان، لقوا ان هو بيزود جدا الخلايا اللي بتلتهم الخلايا المتهالكه والسرطانيه. فمرضى السرطان يصوموا ادام هم ما بياخدوش ادويه لازم تتاخد، يعني خلصوا العلاج بتاعهم
خلاص يصوموا، وبالعكس ده يعني الصيام بالنسبه لهم مفيد وعلاج، يعتبر علاج في الحاله دي. بالزبط. طيب برضو من يعني في نسبه كبيره من الناس بتعاني من مرض السكر، يعني مرض السكر من الحاجات المنتشره جدا، يتعاملوا ازاي مع الاكل في رمضان سواء فطار او سحور او ما بينهم؟ انا عندي نوعين من السكر. النوع الثاني ممكن ياخد ادويه ما تعملوش هبوط في السكر، واخد بال حضرتك؟ وده ما عنديش معاه اي مشكله، لما ياخد ادويه ما بتعملش هبوط في السكر قبل ما ينام، وياكل لما يبتدي المغرب بالكميه اللي انا محتاجاها، واخد الادويه بالجرعه الصح، مش بينسى الدواء او يقول لك انا لا خلاص ما انا حاسس ان انا ههبط لو اخدت الدواء اكتر، لا ما ينفعش، لازم تروح للطبيبك يكتب لك على الجرعه، يكتب لك على نوع الادويه يعني السكر، ولازم تروح لطبيب التغذيه عشان يقول لك انت هتاخد كام جرام من النشويات وكام جرام بقى من الاكلات الثانيه. بس يصوم عادي؟ ويصوم عادي. أوكي. تمام. النوع الاول، النوع الاول ولو هو بياخد طبعا انسولين لازم في دلوقتي يعني الحمد لله طفره في النسبه بالنسبه للانسولين ومفعوله على عدد ساعات معينه. فدلوقتي الحمد لله بقينا ندي انسولين طويل المدى يقعد معاه ال 24 ساعه، وانسولين شورت تيرم او شورت افكت اللي هو قصير المدى قبل كل وجبه بياخده. حلو. بس لازم برضو زي ما بقول لك يبقى مثقف هياكل ايه، هياخد كام نشويات، كام جرام نشويات، عشان انا اقدر اظبط له وحدات الانسولين مع اكل. حلو جدا. معلومات اكيد مفيده، واكيد على مدار رمضان برضو هنبقى محتاجين كل اسبوع مع حضرتك بقى تنورينا حتى لو على المداخله التليفونيه، لان اكيد التغذيه دي حاجه اساسيه في رمضان، يعني اكيد الناس مهتمه بده. شكرا جدا وميرسي على الهديه الجميله. حاجه بسيطه. نورتينا وشرفتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه. طيب. وان شاء الله نلتقي بيكي على خير باذن الله. ان شاء الله. انا بقى عايزه اقول لان دي خلاص اخر حلقه. أيوة. يعني بجد كل سنه وحضراتكم طيبين، والحمد لله كان يعني فتره حلوه جدا هنا. احنا هنكمل بقى مع حضراتكم برضو عشان برضو المعلومه دي ناكدها، احنا هنبقى مع حضراتكم كل يوم اثنين بس بقى من مدينه الانتاج الاعلامي، وهيبقى البرنامج من 10 ل 12 باذن الله، ده انا وكريم، وبعد كده طبعا باقي الزملاء هيكونوا مع حضراتكم كمان بالتقسيم على مدار الاسبوع. عايزه بس اوجه تحيه كبيره جدا لكل امهاتنا، لان الامهات هم اللي عندهم دلوقتي يعني دور كبير جدا، ربنا يخليهم لنا ويديكوا الصحة يا رب. شهر رمضان على قد ما نبقى كلنا مبسوطين فيه، بس احنا عارفين بيكون في ضغط على الأمهات، فربنا يديكوا الصحة ويخليكوا لينا يا رب. كل سنة طيب يا كريم. وانت طيبة. وميرسي على الفانوس مرة ثانية. يا رب يا ميرسي ليكي، وميرسي ليكي يا دكتورة نورتينا. بس عايز يعني أكد على الكلام اللي قالته نهوان، دي يمكن الاستثناء الوحيد هيكون بكره ان شاء الله، بكره الثلاث اول ايام شهر رمضان الفضيل، هنكون مع حضراتكم بكره ان شاء الله انا ونهواند من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. والاسبوع اللي جاي مساء طبعا. ايوه صح، هيبقى 10 بالليل في الاهلي. أيوة. طبعا الاهلي في رمضان ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا وتسعدوا بايام وليالي هذا الشهر الكريم. نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، وابتداء من الاسبوع اللي بعد كده كل يوم اثنين هنكون معاكم. كل سنه وانتم طيبين.